يا شباب، ايه الاخبار؟ الصوت كده تمام ولا نظبط شويه، نعلي الصوت شويه؟ لان في معايا اسلام واسماء ورؤوف. الصوت كده تمام. ها، الناس دي كلها حضرت السيشنز اللي فاتت. تمام، الناس دي كانت معانا السيشنز اللي فاتت. انت اسلام معانا، انت اساسي حبيبي يا اسلام. طيب خلاص يا جماعه، احنا يعني في النهايات الجيس ان، يعني ممكن المره الجايه يوم الاحد باذن الله نخلص ال2 جي، والخميس نخلص ال2.5 وال2.7، وناخد كده بريك صغير يعني اسبوعين كده، وممكن نبتدي في ال3 جي. او انزل لكم ال3 جي يبقى ينزل على اليوتيوب، بس ده احتمال صغير قوي. احتمال الغالب ان انا هنشتغل 3 جي، بس ناخد بريك صغير كده بحيث برضو الناس اللي كان فاتها محاضرات تقدر تراجعها من على اليوتيوب. محاضرات بتنزل على اليوتيوب، نزلت اول 4 محاضرات. هو اللينك مش شغال ولا يا جماعة؟ في حد بيقول لي على الفيس ان اللينك مش شغال. اعتقد الناس دخلت عادي بدون مشاكل، صح ولا ايه؟ اللينك مفهوش مشكلة خالص. طيب استنوا كده ثانية نشوف اللينك تاني كده. فزي ما بقول لكم، احنا هنخلص ال2 جي بإذن الله يوم الحد الجاي، وممكن ندخل في انترو كده على ال2.5 وال2.7، و يوم الخميس يعني نشوف مع بعض كده شوية أسئلة على الانترفيو في بتاع ال2 جي وال2.5، نشوف الانترفيو بيكون عامل ازاي. و كده نكون خلصنا. اللي عنده بقى أسئلة عن المحاضرات اللي فاتت، عن أي حاجة، أنا كده كده هريفيو معاكم، ناوي ريفيو معاكم النهاردة كده شوية احنا كنا ماشيين ازاي كل الأيام اللي فاتت. تعالوا كده ثانية. طيب احنا كنا اهم حاجه قلناها في... هقول اهم حاجه قلناها في كل شابتر، يعني بشكل سريع كده اهم حاجه قلناها في كل شابتر. طيب اول شابتر اللي هو البيزك كونسبت، انا عايزك تركز فيه او تكون عارف فيه حاجات اساسيه، زي اول حاجه تفهم يعني ايه كلاستر، وده مهم جدا، لازم تكون فاهم معنى الكلاستر. لازم تكون عارف يعني ايه فريكوانسي ريوز، دي مهمة جدا. لازم تكون عارف يعني ايه هاند اوفر، باور كنترول، انواع السايتس اللي هي الماكرو والمايكرو. اي حد عنده اي حاجه يسالني على طول، او يرجع للفيديوهات، يرجع للفيديوهات ماكرو والمايكرو والبيكو، دي انواع الفايلز. يعرف يعني ايه لوكيشن اريا، يعني دي اهم النقط اللي انا عايزك تطلع منها من شابتر 1، دي اهم الحاجات. طيب عندنا في شابتر 2 كنا بنتكلم فيه عن الجيس ام نتورك، عايزك تبقى فاهم مع نتورك الجيس ام بشكل عام، ايه الاليمنت الفانكشنز بتاعت كل اليمنت، البي تي اس، البي اس سي. او ماي جاد، استني بس كده. ما فيش اند. طيب مش مشكله، اللي فاتت مسح يعني عادي. تفهم يعني ايه بي تي اس، بي اس سي، ام اس سي، الاتش ال ار، والاوثنتيكيشن سنتر، طبعا الفي ال ار. تفهم كل الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا. ده كان اهم اللي قلناه في شابتر 2. طيب شابتر 3 اللي دخلنا فيه المره اللي فاتت،
معلش كده انا ممكن افرقكم الدنيا. كنا بنتكلم فيه عن بند الجي اس ام بتاعنا، جي اس ام بند بيتكون من ايه، واتكلمنا فيه عن الكنترول تشانل. ما هو في حاجه يا جماعه، هو احنا لو هنتكلم على ان انت عايز انترفيو والكلام ده، مش هتفهم اسئله الانترفيو غير لما نشرح حاجات ما بتجيش في الانترفيو. يعني مش كل حاجه هقولها في الكورس اكيد مش هتتسال في الانترفيو، بس هتتسال اسئله مدى اجابتك عليها بشكل تكون انت فاهمه كويس، ده يعتمد على فهمك للحاجات التانيه بس كده. تمام، ده كان شابتر 3. النهارده نتكلم عن شابتر 4، ونتكلم عن ندخل في شابتر 5 اللي هو اخر شابتر في الجي اس ام. انا عايز بس اراجع كده على المحاضره اللي فاتت كده بشكل سريع شويه. اللي عنده اسئله يسال يا جماعه. ازيك يا اسلام؟ عليكم السلام. ايه يا عم، انا اللينك كان شغال اهو زي الفل. انت بقى اللي عندك مشكله في طيب ماشي. طيب بص يا جماعه، بند الجي اس ام احنا قلنا كان احنا ابتدينا ببند اسمه بند الجي اس ام 900. اشمعنى 900 يعني؟ لان هو في منطقه 900 ميجا هرتز، من 880 ميجا هرتز ل 960 ميجا هرتز. بس في الحقيقه لما نيجي نزوم على البند كده هنلاقي ان احنا بنقسمه جزء اب لينك وداون لينك. هتقول لي ليه؟ اقول لك علشان انت لما بتيجي بتعمل مكالمه انت بتعمل ابلود وداونلود في نفس الوقت، يعني بترسل وتستقبل ات ذا سيم تايم. بترسل ده يعني انت في حاله الاب لينك ده بقى، بتستقبل يعني انت في حاله الداون لينك ده بقى. وبالتالي علشان تعمل الحكايه دي في نفس الوقت احنا قسمنا البند بتاعنا ابلود وداونلود. ولما بتيجي تعمل كول بتاخد جزء من الابلود وجزء من الداونلود، تاخد تايم سلوت في الابلود وتايم سلوت في الداونلود بس كده. وسالنا سؤال انترفيو، ده سؤال انترفيو على طول. يقول لك ليه؟ يقول لك ليه؟ خليت الداون لينك في الترددات العاليه. اجابته ببساطه، اصل كل ما الترددات بتزيد كل ما الفريكوانسي بيزيد، كل ما الاتنويشن بيزيد. وعلشان تلاشي عشان تكنسل الاتنويشن ده، فرق الاتنويشن ده، لازم تعلي الباور. فالسؤال المنطقي، اخلي مين يعلي الباور؟ البي تي اس ولا الموبايل؟ مستحيل طبعا الموبايل، لان الموبايل الباتري بتاعته هيحصلها دي جي بسرعه، والاهم من كده ان هيبقى هارمفول عليك. فانا اخلي البي تي اس هي اللي تعلي الباور. يبقى خلي مين يشتغل على الترددات العاليه؟ البي تي اس. وبالتالي خلينا الداون لينك اللي هو الجزء المختص بالبي تي اس ده خليناه في الترددات الهاي فريكوانس. جميل كده، حاجه بسيطه خالص وسيكونس يعني سهل جدا. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا بند الجي اس ام 900 لو بصيت فيها هتلاقيه مقفول، يعني اتصالات خدت جزء، موبينيل خدت جزء، وفودافون واخده جزء، والبند اتقفل معانا، وهكذا في كل العالم. فقال لك طب احنا يعني خلاص هنشطب الجي اس ام على كده، مفيش يا جماعه جي اس ام تاني؟ لا، كل الحكايه ان احنا هنضيف بند جديد اللي هو بند الجي اس ام 1800، وده من 1710 ميجا هرتز ل 1880. هتقول لي علينا بالتردد، طب ما هنلاقي اتنيوشن كبير، طب هنعمل ايه؟ هتقول لي طب ليه ما ابتدتش من بعد 960 ميجا هرتز على طول؟ هقول لك لان في سيستمز تانية انا ما لقيتش مكان فاضي غير في المكان ده، احنا مضطرين. فخلاص هنحط سايت في بند جي اس ام 1800 ونعلب الباور فيها وخلاص، يعني انت مضطر. تمام، بند جي اس ام 1800 هتلاقي في اماكن لسه فاضيه، يعني اوريدي يقدر اوبريتور ينزل مصر ويشتغل 2 جي من غير اي مشاكل خالص، وهياخد بند من جزء الجي اس ام 1800. تمام، وطيب ده كان الجي اس ام بند. اتكلمنا ده بشكل قلنا يا جماعه احنا البند بتاعنا، البند بتاعنا قلنا المره اللي فاتت انه بيتقسم، مش انا لازم كده راجع بسرعه علشان ارفرش معاكم المعلومات. البند بتاعنا بنقسمه لفريكوانسي صح؟
الفريكوانسي الواحد بيتقسم ل 8 تايم سلوت بيطلع عليه 8 يوزر. تمام. طب باند ويدث كل تردد من دول هو كام؟ هو 200 كيلو هرتز. بنسميه ايه؟ بنسميه كارير. يعني لما اقول لك كارير تفهم ان ده ده تردد اللي متقسم ل 8 تايم سلوت وبيطلع عليه 8 يوزر. تمام. اسمه كارير، ده الكارير بتاعه. الباند ويدث بتاعه 200 كيلو هرتز. قلت طب انا عايز اعرف البند الجي اس ام 1800 فيه كام كارير؟ قلت لك هو الابلود فيه كام ميجا هرتز؟ لان ان فيه 35 ميجا هرتز. خلاص اقسم 35 ميجا هرتز على 200 كيلو هرتز يطلع لك عدد الكاريرز اللي في الاب لينك، وزيهم في الداون لينك معاهم. الاب لينك قد الداون لينك باند ويدث، فعدد الكاريرز اللي هنا هي اللي هنا. ماشي يا جماعه؟ شويه كالكوليشنز بس عشان تكون فاهم يعني. طيب وحسبنا كده حسبة صغيرة كده، حسبة مهمة يعني. جزء شابتر 4 وشابتر 3 فيه شوية أرقام، ركز معايا فيهم، ركز معايا فيهم عشان فيه شوية أرقام كده للكالكوليشنز دي مهمة ليك، مهمة ليك كراجل انجينير. مش ممكن ما تسألش فيها طبعا في الانترفيو، بس أنت كراجل مهندس لازم تكون فاهم سيستم، مش فاهم أسئلة انترفيو. تمام. طيب البيت ريت عندنا في الجي اس ام 270 كيلو بت بالسكند. يعني ايه بيت ريت وليه الرقم ده؟ هقوله تقريبا يا اما المحاضره الجايه يوم الخميس، ال 2.5 وال 2.6. تمام. فخد الرقم ده مسلم كده معايا دلوقتي لغايه ما نعرف جه منين. جي اس ام مش جي ام اس، عشان بس هي مكتوبه غلط. طب انا دلوقتي عندي الجي اس ام كسيستم يقدر يكاري 270 كيلو بت في الثانيه الواحده بير سكند. طب انا عايز اجيب زمن البت الواحده، اعمل ايه؟ اقسم واحد على ال 270 كيلو بت بير سكند. قلت عندي ثلاث عربيات بيعدوا في الثانيه، عايز اجيب زمن اللي بتعدي فيه العربيه الواحده، اعمل ايه؟ نقسم نقسم واحد على ثلاثه. تمام. طيب جميل، قسمت البيت دوريشن وجبناه، لقيناه 3.96 مايكرو سكند. انا هلاقي ان التايم سلوت بتاعنا بيقدر يكاري 148 بت كداتا. التايم سلوت الواحد بيشيل 148 بت كداتا، وبيكاري 8 بت وربع كجارد، جارد بتس. واحده واحده كده. اول حاجه هتقول لي يعني هو في حاجه اسمها ربع بت؟ لا مفيش حاجه اسمها ربع بت، بس اول حاجه انا بقول لك ده ايه، ده جارد باند. يعني التايم سلوتس بتاعنا اهم، هم التايم سلوتس اللي عندنا، انا بسيب مسافه قبل وبعد كفراغ عشان التايم سلوت اللي جنبي اللي هو اللي بعدي واللي قبلي فيه يوزرز تانيين، فما يحصلش انترفيرنس. تمام. فلازم اسيب كده جزء كجارد بت. طب ايه بقى حكايه 8 بت وربع؟ هو في حاجه اسمها ربع بت؟ لا، ما انا قايل لك ان انا سايبهم فاضيين اصلا، ما بحطش انا ربع بت. بس احنا عايزين الاتي، انا عايز بعد 4 فريم، يعني لما اكون 4 فريم يحصل لي زياده 1 بت. ما هو ربع بت كل فريم، بعد 4 فريم ربع وربع 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 هطلع ب 1 بت. خلاص، دي حاجه كده في الكالكوليشنز احنا عايزينها، لان احنا بنبروسيس فعلا، هنشوف دلوقتي كمان شويه ان احنا بنبروسيس عندك كل 4 فريم، كل 20 مللي سكند. تمام. طيب عندنا ده العدد البيتس في التايم سلوت. عايز اجيب بقى زمن التايم سلوت، اعمل ايه؟ عندي عدد البيتس في التايم سلوت وزمن البيت الواحد، اضرب ده في ده يطلع زمن التايم سلوت. طيب لقيت ان زمن التايم سلوت نص مللي سكند. الفريم ديوريشن اجيبه ازاي؟ هو الفريم فيه كام تايم سلوت؟ فيه 8، وزمن التايم سلوت الواحد كام؟ نص مللي سكند. اضرب نص مللي سكند في 8 يطلع لك زمن الفريم. يبقى زمن، لقينا ان زمن الفريم 4.5 مللي سكند. طب عايز اعرف عندي كام فريم في الثانيه؟ اقسم هتلاقي عندنا 217 فريم في الثانيه الواحده. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي انا عمال اقوله ده؟ احنا بنقول ان احنا التردد بتاعنا مقسمينه لتايم سلوتس، كل يوزر بياخد تايم سلوت يطلع له. اول حاجه انا عايز اعرف تايم سلوت ده زمنه قد ايه؟
طب علشان اجيب زمن وقلت قول لي هو في كام بت؟ لقينا ان في 156 بت. طب قول لي زمن البت الواحده كام؟ لقيت ان زمن البت الواحده 4 مايكرو سكند تقريبا. خلاص اضرب ده في ده هجيب زمن التايم سلوت الواحد ببساطه. طيب عايز اجيب زمن الفريم، هو الفريم فيه كام تايم سلوت؟ فيه 8 تايم سلوت. فتضرب ايه؟ في 8 تايم سلوت، وزمن التايم سلوت الواحد كام؟ نص ملي سكند، يبقى تضرب 8 في نص ملي سكند بيطلع لك زمن الفريم. طب عندي عايز اعرف في كام فريم في الثانيه؟ انا بقول ان انا كل 4 ونص ملي سكند بيبقى عندي 1 فريم، يبقى كل 1 سكند عندي كام فريم؟ اضرب بقى طرفين بص ثلاثه، انت عندنا 217 فريم في الثانيه الواحده. يعني احنا في الثانيه الواحده بنديك التايم سلوت 217 مره، بنديك الفريكوانسي بتاعنا 217 مره. السؤال انت بتقول كام كلمه في الثانيه؟ ولا حاجه، ممكن تكون بتقول حرف في الثانيه. طيب في النص ملي سكند بتقول ايه انفورميشن؟ ما بتقولش حاجه. انا بقى كل نص ملي سكند بقول لك خد التايم سلوت ابعت عليه انفورميشن، فاكيد في تايم سلوتس كتير فاضيه اصلا، تمام؟ كلوجيك كده. طيب قولوا لي بقى، انا هراجع دلوقتي معاكم على الكنترول تشانل، اللي تشانل عامه يعني. قبل ما اراجع معاكم على التشانل، كل واحد يقول لي من الناس اللي حضرت معايا المره اللي فاتت فعليا فهم الكنترول تشانل بنسبه كام في الميه؟ اديني رقم كده، قول لي 40% 50%، قول لي الرقم اللي عندك. اطلع لكم بس بقى بقى السلايدز. ثواني يا جماعة، ثواني معايا، أقولكم بس كده شوية حاجات تانية. أقولكم بس كده على حاجة أوضح لكم أوي جزء كده في الكنترول شانل نفهم بيه الدنيا بشكل كويس. 55% يعني ماشي يا نورهان، سلام، حلو قوي 50%. طيب ده اللي انا عايزه، انا ما قلتلكمش يا جماعه المره اللي فاتت ان انا عايز اكتر من كده، انا ما قلتش ان انا عايز اكتر من كده. طيب سؤالي بس نعمل ايه؟ اطلع لكم بس السؤال ده جاي تاني. سلايد رقم 2، عايز اجيب لكم بس لينك كده دلوقتي عشان هحتاجه وانا بريفيو على الكنترول شانل يوضح الدنيا. بس هو اولا كده انت متفق معايا ان الموبايل والبي تي اس او الموبايل والنتورك عامة الموبايل والنتورك عامة في ما بينهم انفورميشن بتتبعت، مش كلامك بس، يعني مش كلامك بس هو اللي بيتبعت من الموبايل للنتورك، لا في حاجات بتتبعت عشان كلامك ده يتبعت مظبوط، حاجات بنسميها كنترول على كلامك ده بحيث ان هو يوصل بالشكل المناسب في الوقت المناسب، تمام؟ يعني انا قبل ما امشي العربيات على اي طريق انا محتاج اسفلت الطريق، محتاج احط فيه اشارات مرور، بالظبط كده بالظبط. انا انت قبل ما تبعت الانفورميشنز بتاعتك على التايم سلوت محتاج تفهم الموبايل بدايه التايم سلوت ده فين، محتاج تفهم الموبايل الترددات اللي شغال عليها ايه، ولو في ديلي ما بينه وبين النتورك محتاج تفهمه هو في انهي لوكيشن اريا، وحاجات كتير هرجع معاك عليها دلوقتي. بس انت بتفهم معايا الحكايه دي صح؟ طيب يبقى لو انا عايز كده اعمل كلاسيفيكيشن للتشانلز، يعني تصنيف للتشانلز عندنا، الاقي ان التشانل نوعين، الاقي ان التشانلز نوعين، نوع بيتبعت فيه الترافيك بتاعك الكلام الانفورميشنز بتاعتك،
ونوع تاني بيتبعت فيه حاجه اسمها كنترول. ايه الكنترول ده؟ ده فيه انفورميشن او معلومات، مش هي المعلومات اللي مش الكلام اللي انت بتقوله، امال ده ايه؟ ده اوامر من النتورك ليك انك تعمل شويه حاجات عشان تخلي الترافيك بتاعك يتبعت مظبوط، تخلي الكلام اللي انت بتقوله يتبعت مظبوط. تتفق معايا كده؟ يعني انواع التشانلز عندنا نوعين، نوع اسمه ترافيك تشانل ونوع اسمه كنترول تشانل. الترافيك تشانل خلاص مفهوم، ده التايم سلوت اللي ببعت عليه الانفورميشنز بتاعتي، المعلومات بتاعتي. الكنترول تشانل ده التايم سلوت اللي النتورك والموبايل بيبعتوا عليه كلام ما بينهم بحيث انه يظبطوا الكنترول في النتورك. ايه الكلام ده؟ هقوله، لسه ما قلتش، هقول كده الكلام ده وهريفيو عليه تاني. خلاص، يبقى التشانلز عندنا نوعين. طيب قلت لكم انا كده على حاجه المره اللي فاتت، ان في الحقيقه لما بتيجي تبقى راكب عربيه، انت وانت راكب عربيه وجاي تعمل مكالمه، الجي بي اس بتقول لك انك احنا ان هتطلع على تردد اف 1. الجي بي اس بتقول لك كده، هتطلع على تردد اف 1. فالموبايل بتاعك بيظبط الفلتر بتاعه على اف 1، بس في الحقيقه لما بيجي يستقبل بيلاقي ان هو ما استقبلش اف 1. امال استقبل ايه؟ بيلاقي نفسه استقبل التردد ده بالزياده او بالنقص. ليه؟ انت وانت ماشي بسرعه، بالذات لو سرعه عاليه، التردد اللي بتستقبله بيبقى مختلف عن اللي اتفقت عليه. ودي خاصية الدوبلر شيفت، قلناها المرة اللي فاتت وتقدروا تراجعوا عليها في السيشن، يعني مش هضيع وقت فيها. قلناها المرة اللي فاتت بالتفصيل، السرعة النسبية والكلام ده. طيب، يبقى أول ما تفتح الموبايل، أول ما تفتح الموبايل محتاج تعمل إيه؟ أول حاجة كده، أول حاجة خالص محتاج تعملها، تعمل سنكرونايزيشن، تزامن ما بينك وما بين البي تي اس في الفريكوانسي دومين. يعني ايه؟ يعني محتاج تعرف هي البي تي اس لما بتتفق معاك على تردد مثلا 10، بيجي لك 10 ولا بيجي لك 12 ولا بيجي لك 9 ولا 8، يعني بيجي لك كام؟ ايه هو الشيفت اللي بيحصل نتيجه للمسافه اللي ما بينك وما بين البي تي اس ونتيجه لحركتك؟ محتاج تعرف دي، صح؟ طب بتعرفها ازاي؟ قلت لكم بسيط قوي، انا والبي تي اس بنتفق على تردد ريفرنس اللي هو مثلا 10 100 ميجا هرتز، ده تردد ريفرنس. البي تي اس بتبعته للموبايل في بدايه الكونكشنز خالص، اول ما الموبايل بيفتح الموبايل يلاقي ان هو استقبل التردد ده 110 مش 100، فيقول له اه التردد، عارف الموبايل عارف تردد الريفرنس كام اللي هو 100، لقى نفسه استقبل 110، يفهم ان الديلي ما بينه وما بين البي تي اس بوستد 10 ميجا هرتز، يبقى يعرف ان اي تردد البي تي اس يتفق معاه عليه، يعرف كده يبرمج نفسه ان هو هيستقبله بس بزياده 10 ميجا هرتز. فكده عمل سنكرونايزيشن مع البي تي اس اللي هو معاه ده. واحد هيقول لي طب افرض سرعتك اتغيرت، افرض مشيت بسرعه او سرعتك قلت، معنى كده ان المقدار اللي بيتضاف عليك ده اللي انا سميته دلتا اف هيتغير، صح؟ ما هو فعلا، علشان كده انا كل تقريبا 10 او 15 فريم بعمل لك سنكرونايزيشن تاني، يعني بعيد نفس الحكايه دي تاني، ببعت لك الريفرنس فريكوانسي واشوف وصل لك كام وتشوف دلتا اف كام وتحسبها وهكذا. خلاص؟ طيب نشوف السؤال. من اول تايم سلوت 4 لحد تايم سلوت 7 بيتبعت عليهم ترافيك عادي خالص يا نورهان، ماشي؟ وهوضحها تاني دلوقتي. يعني احنا كنا حجزنا كده تايم سلوت 0 و1 و2 و3 دول للكنترول، من اول 4 لغايه 7 دول بيتبعت عليهم ترافيك. يعني ايه؟ يعني دول بياخدهم ناس عايزين يعملوا مكالمه داتا او فويس كول،
بس مش كنترول، لا شغالين عليهم عادي خالص. وهوضح لكم تكوين الفريم دلوقتي. يبقى اول حاجه يا جماعه، عشان بس جزء الكنترول تشانل يؤخذ ككل ما يؤخذ كجزء، فانا بشرح جزء، خد اسمعني للاخر وخده كله عشان كده تبقى فاهمه بشكل كويس. تمام؟ طيب. وانا كنت اقصد المره اللي فاتت ما زودش فيه قوي. يعني كان كويس ان احنا نوصل ل 50%، النهارده بقى ندوس انا عايز 90% و100%. يبقى اول حاجه انت محتاج تعرفها من البي تي اس هي ال 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 تعمل سنكرونايزيشن في الفريكوانسي. هنا اتش معلش، يعني تعمل سنكرونايزيشن في الفريكوانسي. دي اول حاجه انت محتاج تعرفها. بتعرفها ازاي؟ ان بيبعت لك الدلتا اف. مش بقى مش لاقي هنا علامه دلتا، الدلتا اف خلاص. طيب تاني حاجه محتاج تعرفها، انا بقول لك انت لما تيجي دلوقتي تعمل مكالمه، فانا كنتورك اقول لك انت هتطلع على تايم سلوت 4، هتطلع على تايم سلوت 4. لما اقول لك اقعد على الكورس الرابع مش محتاج تشوف فين الكورس الاول فين والتاني والتالت عشان تعرف فين الرابع. نفس الكلام لما اقول لك اطلع على تايم سلوت 4، انت محتاج تشوف فين تايم سلوت 1 وفين تايم سلوت 2 وفين تايم سلوت 3. طب لو انت ما كنتش عارف فين تايم سلوت 1 ولا 2 ولا 3 وقلت لك اطلع على الرابع، هتلاقي نفسك ممكن تطلع على الخامس، ممكن تطلع على الاول. تعمل ايه؟ تعمل انترفيرنس يا باشا، تداخل. طيب والحل ايه؟ الحل ان انت تعمل تزامن كتايم مع بدايه الفريم، يعني تعرف زمن بدايه الفريم. طب وانا يعني هستفاد ايه لما اعرف زمن بدايه الفريم؟ وانت لما تعرف زمن بدايه الفريم وانت كموبايل عارف زمن التايم سلوت واقول لك اطلع على تايم سلوت 5، هتعدي ما انت عارف زمن التايم سلوت 1، هتعدي 5 زمن 5 تايم سلوت وتطلع على تايم سلوت 5. بس كده هتعدي تايم سلوت 0 1 2 3 4 تطلع على 5. فانت محتاج تعرف تايم بدايه الفريم، ودي بنسميها سنكرونايزيشن في التايم. ده عملت تزامن في الفريكوانسي ودلوقتي هتعمل تزامن في التايم. يا جماعه وقفني لو انا بقول كلام ان لوجيك. انا اهو الريفرنس بيني وبينك من الكلام اللي بقوله ده لوجيك بالنسبه لك ولا ان لوجيك كانجينير، كانجينير سنس مش بتكلم حاجه ثانيه. اول ما تلاقي الكلام ان لوجيك وقفني قول لي لا في حاجه ان لوجيك، فانا اقدر اوضحها لك او يعني تشوف اللي هيحصل. تمام؟ يبقى محتاجين نعمل سينكرونايزيشن في التايم. ماشي. دي معلومات، انا بقول لك هو معلومات الموبايل محتاج يعرفها اول ما يفتح. طيب تاني حاجه، اول حاجه كده الموبايل او بعد كده الموبايل محتاج يعرف هو في انهي بلد دلوقتي. ليه يعني؟ افرض الموبايل بيعمل رومنج، افرض انت دلوقتي كنت قافل الموبايل وانت في مصر وطلعت الطياره ورحت السعوديه ولا رحت مثلا ايطاليا ولا اي حاجه، وقالك بقى في بلد تاني. فاول حاجه محتاج برضو يعرفها الكانتري كود ويعرف النتورك كود. طب يعني هو انت فودافون ممكن تبقى مبنيين؟ لا انت فودافون بس ممكن تروح لزين مثلا في السعوديه، تروح لموبايل في السعوديه فغيرت النتورك، فمحتاج تعرف انت تابع عامل رومنج على انهي نتورك. تمام؟ طيب محتاج تعرف حاجه مهمه قوي، حاجه اسمها خلينا بس نفصل كده ما بينهم، حكايه الجو الحار دي مش عارف انا في ايه، احنا ولا بقينا دول افريقيا. طيب محتاجين كانتري كود ونتورك كود، و محتاجين نعرف الماكسيموم باور. وقول لي ليه بقى، قول لي ليه احنا محتاجين نعرف الماكسيمم باور بتاع البي تي اس؟ ليه بتاع البي تي اس كام؟ محتاجين نعرفه ليه؟ المره اللي فاتت دي سهله قوي بقى. هو بصوي فين النهارده؟ بصوي هو اللي كان بيجيب الحاجات دي على طول. انا بس عملت كده كوبي حاجه يعني عجيب من الاخر معانا. حد جاوب ولا لا؟ طيب يا جماعه محتاجين نعرف الماكسيمم باور ليه؟
عشان لما بتيجي تعمل باور كنترول مش بتبقى محتاج تعرف ايه هو الماكسيمم باور؟ اتفقنا على كده؟ امال هتعمل باور كنترول ازاي؟ عن طريق ان احنا كلنا بنبعت ماكسيمم باور. اللي قريب من البي تي اس، البي تي اس بتلاقي ان الباور جاي لها عالي قوي، فتعرف ان ده قريب. وتلاقي يوزر تاني الباور جاي لها قليل جدا، فتعرف ان الراجل ده بعيد قوي عنها. حاجه لوجيك، لان كل ما الاشاره بتمشي مسافه اكبر كل ما بيحصل لها اتنويشن اكتر. فلو انت بعيد قوي عن البي تي اس، عقبال ما السيجنال بتاعتك بتوصل للبي تي اس بتكون بقت بباور قليله قوي، عكس لو انت كنت قريب من البي تي اس. خلاص يا جماعه ايه الدنيا؟ طيب فانت محتاج تبعت الماكسيمم باور عشان لما تيجي تانيشيت كونكشن، تيجي تانيشيت كول، انيشيت تبتدي يعني، مش يعني تيجي تبتدي مكالمه مع البي تي اس، تبعت بالماكسيمم باور، وبعد كده تظبط بقى لو انت بعيد تفضل على الماكسيمم، ولو انت قريب تقلل الباور بتاعك. محتاج ايه تاني؟ محتاج انت ان احنا نقول لك انت دي مهمه جدا، ودي النهارده هنقولها بقى. محتاج تعرف انت في انهي لوكيشن اريا، وده هيفيدك بايه؟ محتاج تعرف انت في انهي لوكيشن اريا هيفيدك في ايه؟ هنشوفها النهارده باذن الله، بس انت بس نبقى سرعة شويه عشان نوصل للنقطه دي. طيب محتاج تعرف اسم السيل اللي انت فيها هيفيدك بايه؟ لا دي بقى شغل درايف تيست، في الشغل بقى نفسه بيبقى الموبايل محتاج يعرف هو تبع انهي سيل وايه النيبرز بتوعه. يعني ايه النيبرز؟ السيل البي تي اس اللي هو كونكتد بيها ايه؟ والبي تي اس الجيران ليه ايه؟ طب وانا عايز اعرف جيراني ليه يعني؟ ما هو انت فعليا ممكن في اي لحظه لو لقيت ان الباور اللي بتستقبلها من البي تي اس اللي انت كونكتد عليها اقل من الباور بتوع الجيران التانيين، بتكونكت على اي نيبرز تاني. وكمان لما تيجي تعمل هاند اوفر، لما تيجي تعمل هاند اوفر بتحتاج تعرف انت النيبرز بتوعك ايه. تمام؟ طيب دي كانت المعلومات، جزء كده من المعلومات. بصوا يا جماعه ده هيتبعت على شانل لوحدها، يعني ده هياخد تايم سلوت لوحده، وده هياخد برضه تايم سلوت لوحده، لان ما ينفعش ادخل الاثنين في تايم سلوت واحد، لان ده بيقول حاجه، ده بيقول مسج وده بيقول مسج ثانيه، وده برضه هيتقال في تايم سلوت لوحده الجزء ده كده كله. طيب محتاج على تايم سلوت ثاني ابعت ايه؟ ابعت حاجه اسمها البيجنج ليست. يعني ايه البيجنج ليست؟ يعني لسه فيها الناس اللي جاي ليها كود دلوقتي. طب ليه الناس اللي عايزين يعرف يعني لسه بالناس اللي جاي لها كود؟ ما انت انت كموبايل بتطلع تسمع البيجنج ليست ده، الليست ده لو لقيت اسمك فيهم بتعمل ايه؟ بترد انا اهو يا جماعه، ما لقيتش اسمك فيهم تنزل تاني زي ما انت، وهكذا. فمحتاج ابعت كل شويه البيجنج ليست. يعني انت كل شويه بتطلع تسمعها، كل قد ايه؟ كل 10 فريم، كل 10 مللي سكند بتطلع تسمع، بتلاقي البيجنج ليست ده، تسمعها تلاقي لقيت اسمك فيها بتتجاوب، ما لقيتش بتفضل زي ما انت. طيب محتاج تعرف ايه تاني؟ طب خلينا بس نتكلم ندردش في دول. اول حاجه قول لي اول تايم سلوت دي داون لينك ولا اب لينك؟ داون لينك. ليه؟ لان دي من البي تي اس للموبايل، صح؟ طيب تاني تايم سلوت داون لينك ولا اب لينك؟ مش عارف حاجه يوقفني، داون لينك برضو، دي معلومه راحه من البي تي اس للموبايل. طب التايم سلوت ده داون لينك برضو نفس الكلام، معلومه راحه من البي تي اس للموبايل. طب البيجنج ليست نفس الكلام، داون لينك. مين يا نورهان اللي هو داون واب؟ قصدك على اني 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 تشانل؟ الله ينور عليك. لا بقى ماشي، انت عايز تقولي ماشي، انا فهمت.
بس البيدجنج ليست اللي هي التايم سلوت اللي بيت عليها البيدجنج دي بتبقى رايحه من البي تي اس للموبايل. الرد على البيدجنج بقى اللي هو الريبلاي على البيدجنج دي ردود الموبايلات اللي لقت اسمها في البيدجنج ليست بترد عليها فين؟ على تايم سلوت، بس التايم سلوت دي ابلينك. الله ينور عليك يا رمان، الله ينور عليك، انت مذاكره والدنيا زي الفل. الله ينور عليك. طيب ده الرد على البيدجنج. طيب السؤال دلوقتي، هو الموبايل هيعرف ايه هي التايم سلوتس اللي مربوط عليها الحاجات دي ازاي؟ دي اول حاجه محتاجين نعرفها. هيتبعته على تردد شكله عامل ازاي؟ صح، دي اسئله كده في دماغنا دلوقتي. طيب وهيتباع ترتيبهم عامل ازاي؟ في شويه اسئله، في شويه اسئله هجاوب عليها دلوقتي. اول حاجه كده، كل بي تي اس، لو هتخيل معاك البي تي اس اللي قدامنا ده، بي تي اس اللي قدامنا دي فيها مجموعه ترددات. احنا كراجل، انت كبلاننج او كاي حد بقى في النتور، بيختار تردد من الترددات ديت ويقول هو التردد ده اللي هبعت عليه الكنترول انفورميشن. خلاص، فاول ما بختار ان الكارير ده او التردد ده هبعت عليه كنترول، في اللحظه دي ببعت التردد ده بماكسيمم باور، باعلى باور، اعلى من الباور للترددات الثانيه اللي معانا في البي تي اس. طب ليه ببعته ماكسيمم باور؟ عشان اول ما موبايلك يفتح بيسرش، بيسرش على ايه؟ اولا الشريحه اللي معاك بتوجهك لنتورك فودافون، فبتلقط انت ايه؟ الموبايل بيلقط البي تي اس اللي هو سيرفت بيها دلوقتي، ويسيرش على الترددات اللي في البي تي اس دي لغايه ما يستقبل او يلاحظ ان في كارير ليه باور عاليه جدا. يعرف ان الكارير ده لما هيدخل عليه هيلاقي عليه اوامر كنترول. فين بالظبط؟ في تايم سلوت زيرو، في كل فريم في الكارير ده بنبعت عليها كنترول انفورميشن. يعني احنا حددنا دلوقتي اف 2 ده هو ده الكارير المختص بالكنترول، بيتباع بماكسيمم باور، والموبايل بيعرفه من خلال ان هو مبعوث بماكسيمم باور. اول ما يمسكه كده في ايده يعرف كده على طول ان تايم سلوت زيرو كل فريم في الكارير ده بيتبعت عليها امر كنترول من النتورك للموبايل. بسيطه كده الدنيا كده حتى الان، بسيطه. لو في اي حاجه وقفني اسالني، هقول لك سؤالك ده هجاوبه جاي كمان شويه او هجاوبه دلوقتي. نانو هان ده الكلام اللي انا بقوله ده ستاندرد ثابت، بس مش شرط يكون اف 2 في كل سايد هو ده. يعني السايد ده مثلا احط فيه اف 2، سايد ثاني احط فيه اف 17، اي تردد، بس الكونسبت ثابت. تمام. ايوه، تايم سلوت زيرو. لا خلاص، انت حددت بقى ايا كان التردد في تايم سلوت زيرو لازم تبقى كونستنت وثابت. وانا ما ينفعش كموبايل هتعامل هنا بستاندرد ان على تايم سلوت زيرو وهبرمج الموبايل بسوفت وير تاني، لا ده هو ستاندرد ثابت عشان الموبايل يبقى فاهم انه في كل سايد اول ما يمسك التردد المبعوث بماكسيمم باور يعرف على طول ان التردد ده مبعوث فيه على تايم سلوت زيرو كنترول. خلاص تمام. طيب ليه هتستهلك تردد واحد ليك؟ ليه؟ ليه يا اسلام؟ طيب هقول لك الحته دي دلوقتي وبرضه اوضحها لك من شويه. احنا هناخد تايم سلوت زيرو للكنترول،
وتايم سلوت واحد واثنين وثلاثه زي ما قلنا المره اللي فاتت للاوثنتيكيشن، بلس تايم سلوت اربعه وخمسه وسته وسبعه، دول فري لليوزرز عادي، يعني يقدر يطلع عليهم اربعه يوزر في نفس الوقت، كل واحد واخد تايم سلوت مختلف، يبعت ايه؟ يبعت ترافيك فويس كول وكده بس، شغالين عادي للترافيك. خلاص؟ طيب نرجع تاني. انا بقى بقول ايه؟ تايم سلوت زيرو ببعت عليه في مره الريفرنس فريكوانسي عشان انت كموبايل تحسب الدلتا اف، وسميت الشانل دي اسمها فريكوانسي كوركشن تشانل. ليه؟ هي من اسمها ايه؟ الشانل دي بتعمل ايه؟ بتعمل لك تصحيح للتردد، بتقول لك يا موبايل افهم ان انا لو بي تي اس قلت لك انت هتكونكت معايا تردد اف 1 على 10 ميجا هرتز، انت مش هتستقبل 10 ميجا هرتز، انت هتستقبل 11 او هتستقبل 9، فبصحح لك المفهوم. طب ليه هتستقبل بزياده او نقص؟ لان انت في حاله حركه، في حاله الحركه دي بتعمل دلتا اف في الفريكوانسي اللي انت مستقبلها، فانت ما تنشفش دماغك، اعرف الدلتا اف ايه واخر نفسك او قدم نفسك على اساسها. خلاص؟ طيب اول ما تلقط معلومه الفريكوانسي خلاص انت كده الدنيا معاك كويسه، تروح داخل على المعلومه الثانيه. المعلومه الثانيه هتجي لك فين؟ هتجي لك في بدايه الفريم اللي بعده في تايم سلوت زيرو، على حاجه اسمها سينكرونايزيشن شانل. بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا حضره الموبايل انا بدايه الفريم بتاعي كتايم كذا، انا تايم سلوت زيرو اهو، بدايه كتايم اكس مثلا اوكي او ايا كان. فخلاص هو عرف الفريم بيبتدي عند تايم كذا، يبقى لما البي تي اس تطلب مني اطلع على تايم سلوت مثلا خمسه، هاخر نفسي زمن خمسه تايم سلوت واروح طالع. تمام؟ طيب الفريم اللي بعده في تايم سلوت زيرو هبعت لك الاتي، هقول لك انت في كانتري كذا، في بلد كذا، على نتورك كذا، الماكسيم باور بتاعتك كبي تي اس اكس مثلا، واللوكيشن اريا اللي انت فيها لوكيشن اريا 2 كذا، وانا السيل اي دي بتاعي انا اسمي بيبقى رقم، والنيورز بتوعي اهم، وسميت التشانل دي اسمها برودكاست تشانل، داون لينك داون لينك داون لينك. شوف الفريم اللي بعده على تايم سلوت زيرو تطلع تلاقي البيدجنج تشانل فيها ايه؟ فيها لسته باسامي الناس الجاي ليها كود في البي تي اس دي، لقيت اسمك فيها تروح رادد على حاجه اسمها راندوم اكسس تشانل، ودي تشانل دي اب لينك بترد تقول انا موجود. تمام؟ طب لو انت عايز تعمل كول بتبعت فين؟ بتبعتها على الراندوم اكسس تشانل، تقريشيت كول تقول انا عايز اعمل مكالمه، وتبعت رقم الراجل اللي انت عايز تكلمه على الراندوم اكسس تشانل. يبقى الراندوم اكسس تشانل دي ليها دورين، بتستخدمها في الرد على البيدجنج، الرد على انك جاي ليك كول، او في انك تانيشيت كول. خلاص؟ جميل لغايه دلوقتي؟ اوريكم صوره كده توضح شويه اللي انا عايز اقوله ده. بس تخيلوا الصوره اللي هوريها لكم دي معايا كده، انا هاخد لها سناب. صوره كده كويسه قوي بتورينا شكل الفريمز عامل ازاي في الجي اس ام. بصوا يا جماعه، اكتر حته كومبليكيتد في ال 2 جي او ال 3 جي او ال 4 جي هو شرح الفريم، شرح تكوين الشانل من جوه عامل ازاي، بتبقى اكتر حته صعبه، وممكن الراجل يلعب معاك فيها مثلا، فهي حته صعبه. وانا لما قلتها هو تاني هتلاقي الدنيا وطشت، يعني هي عايزه تكيس شويه، عايزه ان انت تبقى متخيل شويه. طيب الراجل اللي بيشمس ده مش عارف والله، حاجه غريبه يعني. صلح يا عم، صلح الشكمان يعني. انت تلاقي انت ازاي ماشي اصلا، بيمشي كل الطريق بالصوت ده، الصوت ده بقى ايه جامده جدا مش عارف. طبعا ان كيس يعني انت يو ار ان ايجيبت، كل ده وارد. طيب محمد اشرف، انت اللي داخل محمد اشرف حلوان يا جدعان؟ محمد اشرف حلوان يقول لي انا محمد اشرف حلوان، من الاخر يعني، جيب لي الاخر.
سليم عز عندي جامد قوي يعني. ثانية بس ارفع لكم السناب كده. ما زيفهاش. هي دي بس. تعرف كل حتة يا أشرف حبيبي. طيب ماشي، احنا عشان بس اونلاين يا اشرف، فمش مش هتكلم يعني. وبعدين هي مش بتبقى اونلاين بس يا باشا، المحاضره دي بتتسجل ترفع على اليوتيوب. يعني الكلام اللي هقوله بيتربيت وبيتقال كتير يعني. ممكن مثلا كمان 5 6 سنين تكون بقيت يعني مشهور جدا لو قلت حاجه دي. حبيبي يا اشرف حبيبي. طب سؤالي لسه ارفع لكم كده السناب اللي سجلتها فين؟ دايما انسى الاسم كده. سجلتها فين؟ سجلتهاش على ال ثانية يعني. ثانية على الديسك توب. أي حاجة يا عم، أي حاجة. معاكم طبعا. هون يلا سريعا كده، الساعة 6 مش 5 ماشي. بس غريبة انا جاي لوحدك يعني، فين بقى؟ فين عبد وسلطان؟ وهات اسلام بقى ونعمل. ثواني برفعها لكم يا جماعة. طيب نرجع تاني، نرجع تاني. اعتقد الناس اللي تاني مره تسمع الكنترول شانل، الدنيا بقت مختلفه تماما ولا ايه؟ ولو مش مختلفه قول لي. وانا بقول لك دايما اول ما اقول حاجه ان لوجيكال قول لي انت بتتكلم في الان لوجيكال، غير منطقي. تاني لحد ما تاني، انت قلت لي لحد ما المره اللي فاتت دي يا اسلام. ماشي اسلام، انا عايز 100% اسلام. ايوه الكومنت اللي بعده يبقى 100%. بص يا جماعه، لسه الصوره ما اترفعتش. خلاص كده احنا خلصنا الحاجات اللي بتتبعت على تايم سلوت دي، بس لسه الايميجينيشن معاك ما وصلش للمستوى اللي انا عايزه. وانا برفع صوره كده تحاول تعلي شويه التخيل، تعال لحد ما. عايز اقول حاجه، انت دلوقتي لما تيجي تعمل اوثنتيكيشن، يعني ايه اوثنتيكيشن؟ يعني عايز اتاكد من سيادتك ان انت الراجل صاحب الشريحه، مش حد منتحل شخصيته. واتكلمنا في الحكايه دي كتير، يعني ممكن حد يعمل كوبي بيست من الشريحه بتاعتك. طب التاكد ده كان بيحصل ازاي؟ انت بتبعت الاي ام اس اي وجنريت لي اللي قلنا عليه البارامتر اللي هسميه اكس، بعت اكس ده لو اكس هو اكس يبقى انت اليوزر صاحب الشريحه. طب ده كل الكلام ده بيتبعت في الهواء؟ لا، محتاج تشانل يتبعت عليه. اللي تشانل دي ايه؟ اللي تشانل دي تايم سلوت زيرو؟ لا، تايم سلوت زيرو بقى مش هعرف ابعت عليها كل حاجه. اللي تشانل دي يا اما الصوره نازله صغيره ليه كده؟ استنى كده اكبرها لكم، مش عارف تكبر ولا ايه؟ كبرت شويه؟ واضحه يا جماعه الصوره دي ولا ايه؟ شايفين الصورة دي كويسة ولا ايه؟ طيب نرجع تاني كده ونشوف بقى تشوفوها ولا تعملوا ايه؟ نرجع للي احنا كنت بتكلم عليه. محتاج تعمل الاوثنتيكيشن ده على تشانلز، هبعتها على تايم سلوت دي ولا لا؟ فبخصص لك يا اما تايم سلوت واحد او اثنين او ثلاثة للاوثنتيكيشن، او ممكن اخصص في بي دي اس معينه الثلاثه تايم ستوتس مع بعض للاوثنتيكيشن. امتى؟ لو البي تي اس دي فيها كباستي عاليه جدا، وبالتالي فيها ناس بتاوثنتيكيت كتير، وبالتالي عايزين عدد اوثنتيكيشن شانلز كتير. ده كلام منطقي. طيب السؤال بقى، انا كموبايل اطلع على تايم ستوت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ محتاج اعرف. طب اعرف ده يتبعت لي، يتقال لي انت هتطلع على تايم ستوت كام؟ ببعت لك ده على ايه؟ على تايم سلوت زيرو، في حاجه اسمها سميتها اكسس جرانت شانل. بقول لك انك هتطلع على تايم سلوت واحد مثلا تعمل عليه اوثنتيكيشن، او اثنين مثلا او ثلاثه، بحيث ان التايم سلوت الواحد في الاوثنتيكيشن يقدر يكاري اب تو 8 يوزر، لان احنا بنقسم التايم سلوت الواحد في الاوثنتيكيشن ل 8 سب شانل، فيقدر يكاري اب تو 8 يوزر ات ذا سيم تايم يعملوا اوثنتيكيشن. ومعلومه بقى كويسه ومهمه،
ليه؟ لما بتيجي تبعت اس ام اس بتبعتها ارخص بكتير من ثمن المكالمه، انك تيجي تعمل مكالمه كول يعني، ويقول لك مثلا خد يا عم 1000 رساله بجنيه. ليه يعني؟ اشمعنى؟ حد عارف ليه؟ مخمخه كده وقول. هي في الكلام اللي انا هقوله اللي قلته من شويه ده لسه قايل. بصوا يا جماعة، لاحظنا زمان أوي إن مثلا منطقة زي المنصورة كده كنتورك، لما تيجي تمونيتور النتورك تلاقي فيها كمية ناس بيطلع لها نتورك بيزي بشكل غير عادي. نسبة كبيرة جدا في منطقة المنصورة دي كان بيطلع فيها نتورك بيزي كتير أوي. فلما نيجي جم يبصوا على الكيسز لقوا إن مفيش كولز بتتم أصلا، يعني مفيش مكالمات بتتم. ما هو يبقى امتى يبقى نتورك بيزي كتير؟ يبقى لو في فعلا مكالمات كتير وفي ضغط على النتورك، ده منطقي. لكن الناس بيطلع لها نتورك بيزي كتير ومفيش كولز بتتم، حد يقول لي ده تفسيره ايه؟ منطقة لقيت ان فيها نتورك بيزي بيطلع ليه كيوزر كتير، ده معناه ان الشبكه مشغوله، يعني في ناس بتعمل كولز، واخدين تشانلز، واخدين تايم سلوتس، بيعملوا عليها مكالمات. بس لما جيت بصيت لقيت فعليا مفيش، العدد اللي بيعمل مكالمات مش كتير. حد يقول لي ده تفسيره ايه؟ تفسيره في حاجه احنا كشعب مصري كانت زمان بنعملها كتير قوي. ها؟ حاجه احنا كنا بنعملها. ايوه يا نوران، جبت للاخر. الله ينور عليك. الله ينور عليك. زمان زمان، من شويه، مش من زمان قوي، كان اي حاجه كده، اي حاجه قابلني مثلا هنا لما اديك رنه، اديك رنتين تفهم ان انا بلبس وفاضل لي 5 دقايق، 3 رنات يبقى انا فاضل لي 2 دقيقة، 4 رنات يبقى انا نزلت. قاعدين فاضيين بقى، والباشا مش عارف انه لما بيجي يعمل انيشيت كول عشان يرن بيعمل اوثنتيكيشن، وبنحجز له تايم سلوت، وبياخد التايم سلوت دي، وبنعمل بيدج على الراجل اللي هيكلمه، والراجل اللي هيكلمه بيرد على البيدج، فياخد تايم سلوت، فنكونكتهم ببعض، فنانيشيتل يعني تحت حكايه، يعني حكايه كبيره يعني. بتشغل تايم سلوت وبتشغل تشانلز. فقلنا ايه؟ قلنا احنا هنعمل حاجه كويسه. احنا الاس ام اس الرسائل بنبعتها على ايه؟ بنبعتها على الاوثنتيكيشن تشانل اللي هي سميناها يا جماعه اسمها ستاند الون، او انا عشان بتعمل عليها اوثنتيكيشن اسمها ستاند الون ديديكيتد كنترول تشانل. ستاند الون يعني مستقله بذاتها، ديديكيتد يعني مختصه بيك، كنترول تشانل او اوثنتيكيشن تشانل ايا كان، سيبك من الاسم. احنا بنبعت قلنا ايه؟ بخصص تايم سلوت واحد او اثنين او ثلاثه للاوثنتيكيشن. فعليا التايم سلوتس دي بيبقى عليها مساحه فعلا فاضيه، احيانا بتبقى فاضيه كتير. قلت خلاص ما نستغل التايم سلوتس ديت وابعت عليها الاس ام اس. طب هو الاس ام اس كانت بتتبعت فين؟ الاس ام اس كانت بتاخد تايم سلوت عاديه يتبعت عليها، ده لو هفرض معاك فرضيه دي. لكن في الجي اس ام الاس ام اس بتتبعت على الاوثنتيكيشن تشانل، وبالتالي ما بتشغلش ترافيك تشانل. فهمت اللي انا عايز اقوله ايه؟ ما بتشغلش ترافيك تشانل، فما بتاثرش على الكباسيتي عندك لانها بتتبعت على الاوثنتيكيشن تشانل. زائد ان انت سيرتك لما بتيجي تبعت رساله مش شرط توصل في نفس اللحظه عند الطرف الثاني، لان من الاخر اللي مستعجل ما بيبعتش رساله، اللي مستعجل بيتكلم بيتصل، اللي بيستعجل ما بيبعتش اس ام اس. بس هي غالبا بتوصل، انت عمرك مثلا ما هتبعت رساله بس بتوصل، بس مش لازم ات ذا سيم مومنت، يعني ممكن لو في فرق 10 20 ثانية مفيش مشكلة، مش مشكلة خالص. عشان كده الاس ام اس رخيصة جدا، لأنها بتتبعت على الديديكيتد كنترول تشانل، بتتبعت على الاوثنتيكيشن تشانل. دي حتة ممكن برضه حد يسألك، يقول لك الاس ام اس بتتبعت فين؟ وليه الاس ام اس سعرها رخيص؟ تمام؟ فعشان كده بقى رحنا نزلنا للناس قلنا خلاص يا عم خد 1000 رسالة مثلا لمدة أسبوع ب 2 جنيه. فيعمل إيه الباشا؟ خلاص ما يرنش بقى.
لما يجي نازل يبعت، ما هو معاه 1000 رساله مجانا، يبعت رساله انا نازل قابلني كذا، بدل ما يعمل بدل ما يشتغل رنات، حتى الرساله يبقى لها معنى اكتر من الرن. تمام، بس دي في حكايه الرسائل دي حلت مشكله من مشاكل اللي اسمه ايه ده، ولا ده زمان. دلوقتي احنا حاليا لا، دلوقتي ما بيبقاش في الكلام ده، دلوقتي احنا ما عندناش مشاكل في النت اصلا. زمان كان الناس بتسترخص او بتستغلى تتصل لان كانت الدقيقه غاليه، دلوقتي خلاص يا عم الدقيقه بفيليكس ب 14 قرش الدنيا بقت اصلا. حاضر الاس ام اس اولا دي بتاخد باندويتس قليل جدا، اقل بكتير من كفويس كول هتعمل ايه. دي حاجه بسيطه يعني، دي اول حاجه. تاني حاجه انا بقول ان احنا بنبعتها على الاوثنتيكيشن تشانل اللي هي طعم الصوت 1 2 3، طعم الصوت 1 2 3 دول في الفريم اللي عليه الكنترول اقدر يقدر ياخدهم حد يعمل عليهم فويس كول؟ لا مستحيل طبعا، دول مخصصين للاوثنتيكيشن. لاحظت ان هم بيبقوا احيانا كتير فاضيين، قلت خلاص يا عم لما يجي يعمل اس ام اس يجي يبعت اس ام اس، هبعتهم له على ستاند الون ديديكيتد كنترول شانل. طب افرض الستاند الون ديديكيتد كنترول شانل ما فيهاش مكان، مشغوله، ايه المشكله؟ اخر له الاس ام اس شويه بسجلها له مثلا عندنا في حاجه اسمها اس ام اس، طب دي بيتخزن فيها الاس ام اس، لان انت فعلا لو جيت تبعت اس ام اس لحد موبايل مقفول الاس ام اس دي بتتخزن لمده مثلا 24 ساعه او 48 ساعه، الموبايل ما اتفتحش في خلال 48 ساعه الاس ام اس دي بيتعمل لها ديليت. فاحنا عندنا مكان نخزن فيه الاس ام اس، لو النتورك مشغوله خليها متخزنه شويه لما النتورك تفضى، او تحديدا الديديكيتد كنترول شانل تفضى، ابعت عليها الاس ام اس ليه، واللي مستعجل ما بيبعتش اس ام اس. فانا كده وفرت التايم سلوتس الباقيه ان احنا نعمل عليهم فويس كول بس، ما اخدش تايم سلوت للاس ام اس. تمام، طب اوضح لك اكتر. خلاص انا هتعامل مع الاس ام اس كزي الفويس كول، يعني لما تيجي تبعت اس ام اس تاخد تايم سلوت عاديه تبعت عليها الفويس، تبعت عليها الاس ام اس بتاعك. هنلاقي ان ترددات كتير قوي او تايم سلوت كتير قوي واخدها اس ام اس، بيتبعت عليها اس ام اس، في حين ان انا كان عندي اماكن فاضيه تانيه ابعت عليها الاس ام اس ده اللي هي مش تمبرري اصلا، او مش كريتيكال. ايه من هنا الدنيا يعني هذا سنس شويه ولا لا كده يعني؟ ماشي ماشي طيب ماشي. تعالوا بقى نشوف حاجه كده مع بعض. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه ده تكوين الفريم بتاعنا، بس بشكل زومينج قوي على شكل كبير، يعني مثلا واخدينه على مستوى 50 فريم مثلا. ركز بقى معايا عشان الحته دي المفروض بقى اللي هتجيب من الاخر معانا يعني. ده كده يا جماعه اهو، بصوا كده اللي انا معلم عليه كده، ركزوا معايا. ده اول فريم، بصوا بقى اول فريم مبعوت عليه ايه. اول فريم مبعوت عليه حاجه اسمها اف في تايم سلوت زيرو. عارف اف دي ايه؟ دي الفريكوانسي كوركشن تشانل. حلو كده؟ طيب تعالى التايم سلوت 1، تايم سلوت 1 مبعوت عليه ترافيك تشانل. يعني ايه ترافيك تشانل؟ يعني تايم سلوت 1 يقدر اي يوزر ياخدها عادي يعمل عليها فويس كول. امال الاوثنتيكيشن فين؟ الاوثنتيكيشن على تايم سلوت رقم 2، في حاجه اسمها دي 0. دي 0 يعني ديديكيتد اللي هي الاوثنتيكيشن. طب تايم سلوت 3؟ لا، تايم سلوت 3 تي يعني للترافيك عادي. ايه ده؟ البي تي اس دي مخصصه تايم سلوت 2 بس للديديكيتد، ده معناه ان هي ما عندهاش كباستي عاليه. لكن تايم سلوت 1 وتايم سلوت 3 و4 و5 و6 و7 كل دول للترافيك بدون اي مشاكل. خلاص يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده هنلاقي مبعوث عليه حاجه اسمها اس في اول تايم سلوت اللي هو تايم سلوت 0. ايه هي اس دي؟ اس ديت هي السنكرونايزيشن تايم سنكرونايزيشن. نفهم من كده ان الفريم اللي يتبعت فيه فريكوانسي بعده يتبعت تايم. طيب تايم سلوت 1 نفس الكلام مخصصه ترافيك، تايم سلوت 2 ديديكيت، وهكذا تمشي بقى كده اهو. طيب تعال نشوف الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده لقيت في تايم سلوت 0 مبعوث حاجه اسمها بي. ايه بي دي يا جماعه؟ دي البرودكاست.
اللي بتقول لك انت في لوكيشن اريا كام، الكانتري كود ايه، والماكسيمم باور وهكذا، وموعود بعده برودكاست تاني. برودكاست تاني ليه؟ برودكاست كتير قوي كده، برودكاست تاني، كل ده برودكاست يا جماعة، كل دول برودكاست. البرودكاست محتاج نبعتها كتير شوية. بعد كده الفريم رقم 6 مبعوث، دي البيدجنج يا جماعة، دي البيدجنج، كل ده بيدجنج، 4 بيدجنج جايين ورا بعض. طيب وبعد كده نلاقي العمليات بتتكرر تاني، نلاقي الاف بتتباع تاني في الفريم رقم 10، والسنكرونايزيشن شانل بتتبعت في الفريم رقم 11. ليه؟ افرض حد طلع في التوقيت ده موبايل لسه، او موبايل بيفتح في التوقيت ده، خلي بالك الموبايل لو فتح في التوقيت اللي قدامنا ده يا جماعه بيفضل مستني لغايه ما يلقط الفريكوانسي كوريكشن تشانل، ولازم بعدها يروح لاقط التايم سنكرونايزيشن شانل. اول ما يعمل سنكرونايزيشن في الفريكوانسي وفي التايم خلاص يبتدي يستقبل بقى اللي بعد كده، يسمع بيجينج بيجينج، كل ده هو بيجينج 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 وهكذا. وبعد كده البرودكاست بقى بتتكرر تاني، تمام. طيب نيجي نشوف الاب لينك. الاب لينك هنلاقي ان تايم سلوت زيرو كله مخصص للرد على البيجينج، او انك اكسس، او انك تنشيت كود، وبنسميه راندوم اكسس شانل، عشان كده مكتوب بحرف الار. وتايم سلوت 2 هنا مخصصه لايه؟ للكنترول، للاثنتيكيشن. مش احنا قلنا الاثنتيكيشن اب لينك وداون لينك، فمخصصينها هنا تايم سلوت 2 داون لينك واب لينك للاثنتيكيشن. انا كده خلصت الكنترول شانل، ويعني خدت مننا ساعه، يعني كنا شرحنا المره اللي فاتت في ساعه ورجعنا على النهارده في ساعه تاني. انا عايز كل واحد عنده سؤال يسال بالتفصيل من غير ما يتكسف من اي حاجه، اسألوا بالتفصيل. يا جماعة هقول لك ايه، حاضر يا مان. طيب في حاجه يا جماعه ما تركمش عليها، حاجه لذيذه كده شويه. بصوا يا جماعه، احنا قسمنا اب لينك وداون لينك بالشكل ده كده، معنى ان موبايلك يبعت ويستقبل في نفس الوقت معناها ايه؟ معناها ان هو مثلا هياخد هنا تايم سلوت 2، وياخد فوق كام؟ تايم سلوت 2 برضه، صح؟ خد تايم سلوت في الداون وياخد تايم سلوت 2 في الابلينك، مظبوط؟ معنى كده يا جماعه ان هو عايزين في الموبايل تو انتنه لتايم سلوت 2 اللي في الابلينك، وانتنه ثانيه بتايم سلوت 2 اللي في الداون لينك. طب ما يعني ما تحط في الموبايل تو انتنه، ما هو يا باشا ده هيغلي سعر الموبايل، فايه الحل بقى؟ حد يقول لي ايه الحل؟ حل بسيط خالص، انا هخليك تبعت على تايم سلوت 2 في الاب لينك، والداون لينك ايه المشكله ان انا اخليك تشتغل على تايم سلوت 3 مثلا، او تايم سلوت 4 مثلا. اولا كده هو الفرق ما بين تايم سلوت 2 وتايم سلوت 4 كام؟ اضرب نص ملي سكند في 2، يعني ولا اي حاجه. طيب انت استفدت ايه؟ استفدت كده ان انا هشتغل بانتنه واحده بس. ليه؟ لان انا بقيت ببعت في تايم وبستقبل في تايم تاني، وبالتالي بانتنه واحده بعمل الاثنين. لكن انت الاول كنت بتقول لي ابعت واستقبل في نفس التايم، معنى كده ان انا عايز انتنه تبعت وانتنه تستقبل،
قلت لك يا عم ايه المشكله انك تشفت تشفيته صغيره انت مش هتحس بيها، وهتفتكر ان انت فعلا بتبعت وتستهدف في نفس الوقت، والتشفيته دي هتخليني ان انا اشتغل بهاردوير واحد. فاللي انت بتسال عليه ده يا نهان تفسيره في هنا ان هنا فعلا في ديديكيتد شانل ما تشوفهاش تاني غير متشفته في فريم بعده في حته تانيه في الابلينك، مش هتلاقيها في نفس الوقت. يعني انت لما تيجي تعملي اوثنتيكيشن بتعملي اوثنتيكيشن عند تايم سلوت مثلا في فريم كذا، ده داون لينك، في الاب لينك بتبعتيها في حته تانيه خالص. دي فرق كبير شويه في الشيفتنج، يعني في فرق فرينج شويه. طب ايه الاي ديت؟ هقول لكم ايه الاي دي دلوقتي. دي يعني اعتقد دي التسيره جت شويه وضحت شويه. طيب انت في الموبايل ما بتبعتش وتتابع على نفس التايم سلوت، تبعت على تايم سلوت تتابع في تايم سلوت تاني، هتحس بدلي؟ لا عمرك ما هتحس بدلي، بس استفدت بكده ان انا بهاردوير واحد بانتنة واحده في الموبايل بقيت ابعت ارسل واستقبل في نفس الوقت. طب جميل. السؤال بقى الجاي هو انك اثناء ما انت بتعمل مكالمه، خلاص انت دلوقتي واخد تايم سلوت بتعمل مكالمه، لو حد عنده سؤال يسال الاول. حد عنده سؤال يسال؟ لا لا خالص خالص، انا هسأل لوحدي، انا لوحدي جدا، مفيش الكلام ده. ما هو بس عيب السؤال ده تاني. ما اسلام التردد الواحد يقدر يشيل 8 يوزر في نفس الوقت، لان هو بيبقى عليه 8 تايم سلوت. تكنيكس المكالمه انا ما قلتش لسه المكالمه بتتعمل ازاي، بس احنا قلنا في اول محاضره خالص ان التردد الواحد بيتقسم ل 8 تايم سلوت، وانت بتاخد قائم الصوت واحد، تمام؟ وبالتالي التردد الواحد يقدر يشيل 8 يوزر في نفس الوقت. في التردد ده منهم 4 كنترول و4 تانيين ترافيك، بس باقي الترددات التانية تايم سلوت زيرو ما عليهوش كنترول. يعني باقي الترددات التانية في نفس البيز ستيشن ديت ما عليهوش كنترول، عليه ترافيك عادي، تايم سلوت زيرو بيتعمل عليه مكالمة وتايم سلوت واحد بيتعمل عليه مكالمة. انا قلت هاخد تردد واحد بس اخصصه للكنترول. بس كده. طيب السؤال انا عايز اساله، انت وانت بتعمل مكالمه محتاج تعلي الباور، تعليه الباور ده كنترول ولا ترافيك؟ حته ان البي تي اس بتقول لك علي الباور بتاعك، ده كنترول ولا ترافيك؟ ده كنترول. كنترول. طيب الكنترول ده بقى هيتبعت فين؟ اثناء المكالمه اهو البي تي اس بتقول لك يا سيادة الموبايل علي الباور شويه. امر الكنترول ده هيتبعت على ايه دلوقتي؟ محتاج تايم سلوت صح؟ تايم سلوت زيرو؟ لا. تايم سلوت واحد او اثنين؟ لا 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 يا نوران انا ماشي. طيب يتضايق عليا يا جماعه؟ هو مفيش مانع خالص ان انا اعمل لك حاجه بسيطه كده. انت بتبعت البي تي اس انك هتبعت على تايم سلوت 5 تعمل المكالمه دي، فبتطلع اول فريم تبعت على تايم سلوت 5 كلام، الفريم اللي بعده تايم سلوت 5 كلام تاني، الفريم اللي بعده تايم سلوت 5 برضه نفس الكلام. في مشكله ان انا اجي على فريم ما خلكش فيه تبعت كلام وابعت لك فيه امر كنترول؟ هتقول لي ايه ده، انت معنى كده ان انت هتدروب ليا فريم ما ابعتش فيه كلام وابعت فيه كنترول؟ هتقول لي طب ما دي مش مشكله عندي. لا يا باشا، انت اصلا انا بقول لك انت بتاخد 217 تايم سلوت في الثانيه الواحده، يعني بتاخد 217 فرصه في الثانيه الواحده انك تبعت كلام، وانت بتقول ايه اصلا في الثانيه؟ فما فيش مانع خالص ان انا اعمل لك دروب لتايم سلوت فيهم، والتايم سلوت ده ابعت عليه كنترول انفورميشن اقول لك يا حضرة الموبايل علي الباور. طب انت بقى هتعرف منين ان الكلام اللي جاي لك من البي تي اس ده ترافيك ولا
كنترول بسيطة خالص. أنا في آخر التايم سلوت هخصص 1 بت، ال1 بت دي لو لقيتها بواحد تعرف إن ده انفورميشن، ولو لقيتها بزيرو تعرف إن ده كنترول بس. شكرا. انا هو انا قلت انت شغال على تايم سلوت 5، هفرض معاكي فعلا ان هي حصل فيها في البيت ديت مثلا يا نونان زي ما بتقولي حصل فيها ايرور، وبالتالي الفريم ده المعلومه اللي فيه كلها باظت وانا كموبايل مش قادر اعرف ده ايه، فما فيش مانع ان هعمل دروب للفريم ده. طيب المكالمه تقدر تشتغل عادي، هنعرف يعني ممكن ندخل النهارده فيها ولا لا، تقدر تشتغل عادي اب تو كام فريم يحصل له دروب؟ قال لك لو 16 فريم حصل لهم دروب ورا بعض المكالمه في اللحظه دي تقع، لكن طول ما مفيش 16 فريم بيحصل لهم دروب ورا بعض يعني بيجي 2 ايرور ورا بعض، لا المكالمه ستيل شغاله عادي. طب يعني انت عايزه تقولي ان ايرور جه مره، المره اللي بعدها راح جاي ايرور برضه، المره اللي بعدها راح جاي برضه ايرور، ب 16 ورا بعض صعب قوي، ده انت يبقى الشانل عندك فيها شانل نويزي جامد جدا، واصلا ما ينفعش تعمل كود في الحاله دي، فصعب قوي ان 16 مره ورا بعض يحصل فيه ايه. طيب دلوقتي البيت جت غلط، فالموبايل ما علاش الباور، فتفهم البي تي اس ان الموبايل ما فهمش انها بتقول له ان علي الباور او المعلومه ما وصلتوش، فتروح بعتها في الفريم اللي بعده نفس المعلومه، الموبايل على الباور خلاص دي اكنها اكنولجمنت ان الموبايل خلاص ظبط الباور وهكذا، يبقى كنترول انفورميشن وصلت عادي. طيب معلومه الهاند اوفر، انا كبي تي اس بقول لك يا موبايل كونكت على البي تي اس الفلانيه على تردد كذا، بتتبعت فين؟ نفس الكلام تتبعت على نفس التايم سلوت اللي انت بتبعت عليه ترافيك، بدروب ليك فريم ما بعتش عليه ترافيك واروح باعت عليه كنترول خلاص. لا يا اسلام، الموبايل بيعمل الكنترول ده لكل الموبايلات في نفس الوقت. ازاي يعني؟ هو بيبعته على التشانل، على البرودكاست، على الكارير كنترول شانل، الموبايلات تطلع تسمع الانفورميشن، زي بالظبط في المحاضره الراجل بيتكلم والناس كلها بتسمع في نفس الوقت، ولا انت بيروح يسمع كل واحد لوحده في ودنه؟ لا، الراجل بيتكلم والناس كلها بتسمع، بس ادي الفكره، بس ده الكنترول الشانل بما فيه يعني يعني اعتقد يعني شرحناه بالتفصيل قوي وخدنا فيه وقت كبير، بس مش مشكله، اهم حاجه ان الدنيا تكون فاهمه. يا سلام بقى انت مثلا لو سمعته تاني او قريت عليه مثلا في اي ريفرنس على النت مثلا، تبقى ثبتت المعلومه جدا، لان هو انت بتحتاج لازم تقرا، لازم ما تعتمدش ان انت اقرا كانك بتقرا دوكيومنتس كده عاديه خالص على النت، يعني انت تقدر تقرا بعد ما خلص الكورس، يعني يوم الخميس الجاي باذن الله تقدر تقرا اي دوكيومنتس في ال 2 جي اي في ال 2 جي باذن الله، ففهمك يوسع بشكل اكبر. طب افرض وانت بتقرا حاجه قابلتك مشكله، قول لي، ابعت لي، قول لي مثلا الجزئيه ديت انا مش واضحه عنها، خلاص ماشي يا جماعه. طيب ناخد جزء لذيذ، ندخل بقى في شابتر 4، ناخد كده جزء لذيذ جدا وسهل جدا. ايه ده، عايزين تيست يا جماعه؟ والله يا ريت يا ريت اعمل لكم تيست، نزلوا على جروب بتاع اسلام 20 سؤال مالتيبل تشويس وهتلاقيهم سهلين جدا، وال 20 سؤال دول اوبن سورس، يعني بص في البرزنتيشن زي ما انت عايز، بحيث ان انت برضو وانت بتحل تبقى هو امتحان مش اجباري، يعني مش مجبر ان انت تحل، بس ده ليك علشان ت ت ت, ت تشوف انت فيه هل ايه المشاكل اللي عندك، وهنزله لكم يوم مثلا الاثنين او الثلاث،
ويوم الخميس نحله مع بعض، نحله مع بعض ونشوف مين جايب اعلى درجات، ونشوف الناس كويسه يعني عندهم. طيب ماشي. طيب يا محمد والله انا انت شجعتني، انا كنت خايف اقول لكم مثلا انزل لكم امتحان تقولوا لي انت بلاش جو الكليه والكلام ده، عارف انت الامتحانات عامله لكم عقد كده. طيب عادي يعني 20 نقطة من شوية سهلين يعني، مش عايز تحلهم براحة. طيب هناخد ناخد شابتر فور. شابتر فور سهلة يا جماعة، من الشباتر اللذيذة يعني. بنعرف فيه المراحل اللي بيمر عليها الإشارة بتاعتك من أول ما تتكلم، المراحل اللي بيمر عليها في الترانسميتر، وتتبعت في الهواء إزاي، وتروح عند ريسيفر يستقبلها فين. حد خد الديجيتال بلوك دايجرام في الكليه؟ ده لازم، دي حاجه كده ايه، حاجه كده يعني، حاجه مقدسه يعني، لازم يبقى في الكليه يعني. بحيث ان يعني حاجه حاضر حاضر انزل لكم باور بوينت، حاضر انزل لكم باور بوينت. طيب اولا كده يا جماعه، انت لما تيجي تتكلم كلامك ده بيبقى عباره عن ايه في الهواء؟ عباره عن تذبذبات كده، كلامك ده بيعمل فايبريشنز كده للجزيئات بتاعت الهواء، فايبريشنز جامده قوي لما اعلي صوتي، فايبريشنز قليله قوي لما اوطي صوتي، وهكذا. طب مين بقى بيستقبل الفايبريشنز ديت، التخلخلات والتذبذبات ديت؟ بيستقبلها الميكروفون بتاع الموبايل، تضاغطات وتخلخلات، مظبوط يا اسلام؟ طيب بيستقبلها الميكروفون بتاع الموبايل، يحولها لايه؟ يحولها لالكتريكال سيجنال. حد بقى يقول لي ان الالكتريكال سيجنال ديت انالوج ولا ديجيتال؟ صوتك بيتحول الكتريكال سيجنال، والالكتريكال سيجنال دي انالوج ولا ديجيتال؟ انالوج، مظبوط. اول كده قلنا في اول شابتر، اي سيستم سيادتك عايز تكومينيكيت فيه بانالوج سيجنال، تعرف على طول ان الكباستي هتبقى فيها مشكله، لان الانالوج سيجنال ما اقدرش اضغطها، تعرف على طول ان الكواليتي كارثه، كواليتي وحشه جدا، لان الانالوج سيجنال لما بيحصل عليها نويز بتغرق في النويز، وعند الريسيفر لو عملت لها ايرور ديتكشن وكوركشن ما بقدرش ارجعها لحالتها الطبيعيه زي الديجيتال سيجنال. زائد الانكريبشن، الانالوج سيجنال علشان تشفر سيجنال دي تكون انالوج، محتاج سيركت كومبليكيتد جدا علشان تشفر السيجنال ده. كل دي مشاكل الانالوج. يبقى نشتغل انالوج ولا نشتغل ديجيتال؟ ده اشتغل ايه بقى في الحاله ديت؟ اكيد انا اكيد ديجيتال طبعا، اكيد ما اعملش كوميونيكيشن انالوج خالص. زائد اصل في حاجه كمان، ده تعالى ناخد المميزات الثانيه للديجيتال. اولا الديجيتال ما بينقلش صوتك كله، بينقل اجزاء منه، ومن الاجزاء دي عند الريسيفر اقدر استرجع صوتك مره ثانيه. أول ميزة، تاني ميزة الديجيتال خلاني أشتغل اف دي ام اي اوفر تي دي ام اي، يعني خلاني أقدر أشتغل على التردد الواحد أطلع أب تو 8 يوزر. إزاي؟ أنت بتاخد تايم سلوت زي ما بقول، بتبعت عليه انفورميشن، الفريم اللي بعده في تايم سلوت تبعت عليه انفورميشن تانية. طب أنت معنى كده إن أنت مسكت الداتا بتاعتك قطعتها وبتبعتها على أجزاء. التقطيع ده وانك تبعت الداتا على اجزاء، ده ما ينفعش غير في الديجيتال، ما ينفعش في الانالوج. انا لو هقعد بقى اتكلم على مميزات الديجيتال هنقعد يعني، ممكن بقى نعملها كورس. فالديجيتال ده حاجه كويسه جدا. فاول حاجه بنعملها بنحول صوتك من انالوج لديجيتال. ازاي بنحوله؟ يلا نشوف. كابتن حد خد التحويل من انالوج لديجيتال في الكليه؟ برضو دي من الحاجات الستاندرد اللي لازم لما تخش اتصالات لازم يقولها لك، هي كده يعني. طيب تعالوا نشوف ازاي بنحول من انالوج لديجيتال. بسيطة خالص، سهلة جدا.
طيب بص يا جماعه، اول حاجه هو الصوت البشري ده الترددات بتاعته ايه؟ اولا صوتك ده لو فريكوانس، اول حاجه يعني من كام؟ يعني صوتك يا باشا من تقريبا من 0.3 كيلو هرتز اب تو 20 كيلو هرتز، بس فعليا الجزء المهم في صوتك اللي هو بي اقدر اسمع صوتك بشكل كويس هو من 0.3 ل 3.4. امال الجزء الباقي اللي هو لغايه 20 كيلو هرتز ده؟ لا، دي الترددات دي انت ما بتوصلهاش في كلامك العادي، ولا في يعني معظم كلامنا انت ما بتوصلش لل 20 كيلو هرتز ولا لل 10 كيلو هرتز. انت التون دي ما بتجيبهاش. يعني ممكن البنات تجيبها، خلي بالك التون ال 20 كيلو هرتز ممكن البنات ان كيس كده بيقدروا، البنت عندها بتقدر تجيب هاي فريكوانسي في تونها، الراجل ما بيقدرش يجيب الهاي فريكوانسي. خلاص؟ طيب معنى كده ان انت محتاج من تبعت من 0.3 ل 20 كيلو هرتز تبعتهم، ولا محتاج تاخد الجزء المهم اللي في صوتك؟ محتاج تاخد الجزء المهم اللي في صوتك اللي هو من كام؟ اللي هو من 0.3 ل 3.4. فاول خطوه بتعملها في الانالوج تو ديجيتال في الموبايل انك تعمل تقص البند بتاعك، تعمل بند ليميتنج، يعني بتدخله على اللو باس فلتر ويطلع بالشكل ده، قصيت الصوت بتاعك. عشان كده ساعات في الموبايل زمان تحس ان الصوت بتاعك مكتوم شويه، تحس كده. طيب خدنا من 0.3 3.4. طيب دي اول حاجه بنعملها، ما نقدرش ان انا اعمل لك بند ليميتنج. تاني حاجه بعملها ايه؟ صوتك دلوقتي في الكيس اللي احنا فيها دي خلينا على بس اوه طب استنوا ادوني ثانيتين اطلع لكم بقى السلايدز. حكايه كل مره ان انا فعلا انا باجي على طول على يعني على المحاضره على طول، بكون بره يعني شغل كده، فما بكونش لحقت اطلع السلايدز، بس احنا فيها يعني على طول. تاخدوا حتى كده نفسكم شويه. لازم يا جماعه تبقوا انجويد وانتوا في كورس الموبايل. اول ما تحس ان كورس الموبايل بقى لود عليك، ما بقتش مستمتع وانت بتسمع لكورس الموبايل، تعرف ان في مشكله. المشكله هي في حاجتين، يا اما انت مش حابب الموبايل ككونتنت، مش داخل دماغك، او المشكله فيا انا، او مش عارف مثلا تتواصل معايا، ساعتها وقفني وقول لي او اتكلم معايا، انا مش مستمتع بكورس الموبايل، انا مش انجوي. لازم تنجوي، لازم تبقى عندك كده انترستد. لو ما عندكش دي لا تكمل ليه يا باشا؟ بس ما تفهمش كلام غلط، ما هو ممكن واحد مثلا يقول ايه، انا يعني مثلا قدامي حاجه انا مش مبسوط منها فخلاص هسيبها. فعلا لو كل حد في العالم عمل الحكايه دي ما حدش هيعمل اي حاجه. اعرف ان اي حاجه عشان تبقى مستمتع بيها محتاج تبذل فيها مجهود. بعد ما تبذل فيها مجهود ولقيت نفسك برضو انت بعد ما عملت كل اللي عليك لقيتها مش داخله دماغك حاجه علميه، خلاص. هي دي النقطه. لكن ما تبصش كده من بعيد تقول لي لا مش داخله دماغي. طب انت عملت ايه؟ انت حاولت، بذلت مجهود، بس هي دي النقطه. ماشي، بس نبقى واضحين مع بعض. انا عن نفسي ببقى انجويد جدا وانا بشرح الموبايل، فانا الحمد لله بعمل حاجه بحبها. في حاجات كتير مثلا ممكن اكون، لكن الحمد لله بعمل حاجه انا بحبها. في اتصالات اكيد كلنا كنا في حاجات بندرس مواد ما بنحبهاش، وفي الامتحان كنا بنذاكر حاجات مضطرين نذاكرها، بس لازم تحاول انك تدور على حاجه انت بتحبها فعلا، وهتلاقيها في قريبه من اتصالات، مش هتلاقيها بره مجالك. لو لقيتها بره مجالك خلاص توكل على الله. يعني ماشي، بس غالبا لو دورت في المجال اللي انت فيه هتلاقي فيه حاجه بتحبها وهتقدر تبقى انجوي دي بيها جدا. طيب اشرح لكم بس السلايد دلوقتي، تعالوا كده
نشوف السيجنال اللي قدامنا ده. السيجنال اللي قدامنا دي يا جماعه ايه؟ انا السيجنال بعمل ايه؟ باخد اجزاء منها بقطعها، لان انا قلت ما بعتهاش كلها، يعني سامبل زي كده بالشكل ده، يعني باخد الجزء ده واسيب اللي بعده، واخد الجزء ده واسيب اللي بعده بالشكل ده كده. هلاقي الاوتبوت بتاعي عامل كده سامبلز بالشكل ده. تمام، سامبلز كده. طب وعند ريسيفر، عند ريسيفر هو بيسترجع دول صح؟ هيسترجع الاوريجينال سيجنال ازاي؟ يمشي على السامبلز دي مره ثانيه ويكونكتهم كده ببعض، يلاقي ان الانالوج سيجنال رجعت له مره ثانيه. تمام؟ طيب هنشوف السلايد اترفعت ولا لسه؟ لسه. جميل جدا. السؤال بقى، السؤال اللي عايز رد عليه، سيادتك تفضل ناخد سامبلز كتير ولا سامبلز قليله؟ ناخد من صوتك سامبلز كتير ولا سامبلز قليله؟ كتير. ليه عايز اخد سامبلز كتير؟ الله عليك يا نورهان، الله عليك، يعني واخده، يعني البكالوريوس اللي واخداه بكالوريوس محترم. طيب حلو، سامبلز كتير. لا لا لا، خليها عندي عشان ادي ليه سامبلز كتير. ليه؟ اصل انا لو سامبلز كتير عند ريسيفر هقدر استرجعها بكواليتي كويسه. طب السامبلز ده قد ايه يعني؟ اخد كتير قد ايه يعني؟ شويه كده، شويه كتير كده يعني، يعني شويه استكتر، شويه حلوين كده يبقى كده زي الفل؟ لا يا باشا، احنا كل حاجه برولز، بنمشي برولز. فلو فاكرين حاجه في الكليه، روهان قالت عليها دلوقتي حاجه اسمها نايج ستريت. نايج ستريت قال لك كده، راجل كده، راجل كان قاعد فاضي، قال لك انت عايز تاخد يا عم، عايز تحول من اد تشر؟ قلت له اه. قال لي طيب بص يا سيدي، عشان تحول من انا للريليشن والتحويل ده يبقى كويس وعند ريسيفر تقدر تسترجع السيجنال بشكل كويس، قال لك خد سامبلز اكبر من ضعف تردد السيجنال. فقلت له ايه ده بس على اللي بتقوله؟ قال لي خد عدد سامبلز اكبر من ضعف تردد السيجنال. لما تعمل كده وتيجي تسترجع السيجنال دي عند ريسيفر هتلاقي مسترجعه بكواليتي كويسه جدا. قلت له اديني مثال. قال لي يا باشا حاجه معاك في الفويس. قال لي الفويس بتاعك البند بتاعه قد ايه؟ قلت له 3 4 كيلو هرتز. اول مره نعمل حوار الحاجات دي. المهم يعني الفويس بتاعك 3 4 كيلو هرتز، عايز تاخد سامبل للفويس بتاعك تعمل ايه؟ اضرب ده في 2. اولا 3.4 كيلو هرتز في 2 يطلع 6.8. قال لي بقى خد سامبلز لصوتك اكبر من ضعف تردد صوتك. ضعف تردد صوتي 6.8 كيلو هرتز، اكبر منه احنا هناخد 8000 سامبل لصوتك في ال 1 سكند. ليه 8000؟ ما انا لو هاخد قد بالظبط هاخد 6800. قال لي خد اكبر من ضعف تردد صوتك، قلنا هناخد 8000 سم. ها؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟ يا جماعه هتقول لي الراجل ده اسمه ايه؟ هقول لك اكيد كان اسمه نايج ستريت، اكيد كان اسمه نايج ستريت، فهم راحوا جايبينها ليه؟ ان هو اي حد بيعمل اي حاجه بيسموه باسمه. هي بقت كده يعني. لو متضايق اعمل حاجه وبسميها باسمك يعني، ما تضايقش. طيب حد عنده مشكله في الحته ديت؟ طيب يعني هاخد 8000 سامبل من صوتك في الثانيه الواحده. والسؤال اللي جاي، سؤال برضه منطقي، السؤال بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي 4 سامبلز بالشكل ده كده يتمثلوا بكام بت؟ ها؟ يلا. عندي 4 سامبل يتمثلوا بكام بت؟
الله ينور عليكم. باتنين، اول بت اول سامبل تاخد زيرو زيرو، اللي بعدها تاخد واحد زيرو، اللي بعدها تاخد زيرو كده واحد، ودي واحد واحد. وابعت ايه؟ ببعت سوري سوري سوري، ببعت للريسيفر فعليا الارقام دي، زيرو زيرو مثلا، زيرو واحد، واحد زيرو، واحد واحد. اتخيل معاك كده. عند الريسيفر يعمل ايه؟ اول ما يشوف زيرو زيرو يفهم ان دي هي اول سامبل، يشوف زيرو واحد يفهم ان دي السامبل اللي بعدها، يشوف واحد زيرو يفهم ان دي اللي بعدها، يشوف واحد واحد يفهم منطق الكلام ده، ويروح عامل كونكت للسيجنالز ببعض. طيب السؤال بقى اللي انا عايز اساله وترد عليا فيه، لو انا قلت لك مثل لي الاربعه سامبلز دول بوان بت، ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه وان بت؟ يعني اربعه سامبلز اهو، واقول لك مثلهم لي بوان بت بس، يعني دي تاخد زيرو ودي تاخد واحد. طب ودول الاثنين دول هياخدوا ايه؟ ايوه يا محمد، خش يا جماعه. الله الله عليك، بتجيبهم الاخر. انا معايا ناس متخرجه بقى باين. ده هياخد واحد، ده هياخد زيرو، الاثنين دول هياخدوا ايه؟ واحد بيقول لي مش هياخدوا حاجه خالص، وهنجلكتهم، يعني ايرور، او ان انا هدي ده زيرو وهدي ده واحد. طب عند الريسيفر، عند الريسيفر لما يلقط اول بيت اللي هي زيرو يروح طالع كده، يلقط واحد يروح طالع كده، يلقط زيرو تاني يفتكرها ايه؟ يفتكرها دي، يلقط واحد يفتكره ده. ده ايه يا باشا؟ ده ايرور، ده ايرور. معنى كده ان انا لو عندي اربعه سامبل محتاج امثلهم باتنين بت. طب لو عندي ثمانيه سامبل محتاج امثلهم بكام؟ بثلاثه بت. طب لو عندي 16 سامبل محتاج امثلهم بكام؟ المضاعفات بقى، يجيبها من القانون ده. طب لو عندي 8000 سامبل محتاج امثلهم بكام بت؟ يلا حد يضرب على الكالكوليتر. لو عندنا 8000 سامبل محتاجين كام بت يتمثلوا بيها؟ هنلاقي ان انت عندك تو اوبشنز. لما تيجي تعمل 2 اس 12 على الكالكوليتر، تلاقي يطلع لك 7000 وارقام كده تانية، 7000 حاجه كده. ولما تيجي تعمل 2 اس 13 على الكالكوليتر، تلاقي بيطلع لك 8000 وشويه. السؤال، تاخد 12 بت ولا 13 بت؟ السؤال دلوقتي لو طلع معاه بالازيد، ما هو انا مش هلاقي اكزاكت حاجه بتطلع لي 2 اس حاجه هتطلع لي 8000. هلاقي ان انا لو جبت 2 اس 12 هلاقي 7000 وحاجه، لو جبت 2 اس 13 هلاقيها طالعه اكتر من 8000. لو حد قال لي هاخد 12 بت، معنى كده ان انا عندي 8000 سامبل، بس فعليا اللي هيتمثل منهم هم 7000 وحاجه، وفي سامبلز ثانيه هيحصل لها ان هي نجلكتد. لكن لما اخد 2 اس 13 انا ضامن ان ال 8000 سامبل بتوعنا هيتمثلوا بدون اي مشاكل، كل سامبل هتاخد العدد بتاعها صحيح. يبقى خد بالزياده ما تاخدش بالنقص. وبالتالي احنا كل سامبل عندنا في ال 2 جي بنمثلها ب 13 بت. حد عنده مشكله في الحته ديت؟ وجت 13 بت دي منين؟ كل سامبل عندنا في ال 2 جي بنمثلها ب 13 بت. يا جماعة اللي عنده أسئلة يسأل، فاضل لنا ربع ساعة، ربع ساعة. طيب محدش عنده أسئلة، حلو أوي. تعالوا نروح للنكست ستيب، يبقى بنحاول نعمل ريجستر. نقول بقى على حاجة كده خطرت في الكلية. ويبقى السؤال، ليه في الكلية ما بيشرحوش الموبايل سيستمز 2 جي و 3 جي و 4 جي؟ ليه ما بيشرحوش سي سي ان اي؟ هذه أسئلة ليس لها أي جواب. ليه بتاخد إنسانيات ثالثة وثانية، تاخد مدني في أولى،
برضه أسئلة ملهاش أي جواب. مصيبة بقى يعني. تعال نروح لل في حاجة بقى. أنا كل سامبل من السامبلز اللي عندنا أنا أمثلها ب 13 بت. بس أنا ممكن يعني أقول لك هو اللي كان يعني بيتقال إيه، ما تخيلتوش خلاص فهمت اللي قبله خلاص. فعليا يا جماعة أنا باخد 8192 ليفل، بحط ليفلز كتير. ايه جبت الرقم ده منين؟ 2 و13 8192 بحط ليفلز كده 8000 ليفل. مش انت يا باشا واخد 8000 سامبل؟ اه بسيطه خالص. انا هعمل ايه؟ انا باخد ليفلز كتير قوي كده. ده اللي كان بيتقال في الكليه ممكن ده ما يعني. فعندنا سامبلز اهي، كل ليفل من دول مثلا اول ليفل هو 0000 13 0. اول سامبل بوديها للليفل ده وهي فعلا قيمتها 0000. مثلا اخر ليفل هنا قيمه 1111111 13 1، والسامبلز اخر سامبلز هنا وهكذا. دي ليفلز مش قادر تفهمها ليفل، وان احنا بنعمل حاجه اسمها كوانتايزيشن وكده. خليك فاهمها بالكونسبت الثاني ما فيهاش اي مشاكل، از سينيا ما تلخبطش نفسك ماشي. بس دي مرحله بيسميها كوانتايزيشن. دلوقتي جت مرحله الانكودينج وهي ايه؟ انت اول سامبل هنا عندك مثلتها ب 13 صفر، محتاج بقى تقول ان اول سامبلز دي هي 13 صفر، يعني تحولها باينري سترينجز اوف بيتس، تحولها البيتس بقى اللي هي دي 13 دول. اخر سامبل 13 واحد وهكذا. هي دي مرحله الانكودنج، انك بتحول من الكوانتايزد سامبل للباينري اوف بيتس ماشي. كل الكلام ده يعني كلام احنا في الكليه، لو حد عنده حاجه اسمه. طب انا عايز اجيب الريت. انا بقول لك انا باخد 8000 سامبل من صوتك في الثانيه الواحده، وبمثل كل سامبل من دول ب 13 بت. فلو عايز اجيب الريت بتاعك هضرب 8000 بير سكند ب 13 بت، هلاقي ان ريت الفويس بتاعك هو 104 كيلو بت بير سكند. هلاقي ان ريت الفويس بتاعك 104 كيلو بت بير سكند. بس دي ديجيتال صح؟ ميزه الديجيتال بقى والمفاجأة الكبيرة إن إحنا في الديجيتال نقدر نضغط ال 104 كيلو بت بير سكند دول ل 13 كيلو بت بير سكند. بضغط صوتك بريت 8 لواحد، وأنا أب تو صوتك ما اتغيرش أي حاجة في الكواليتي بتاعته وكل حاجة كويسة. بضغط صوتك بريت ل 8 لواحد. يبقى ريت الفويس في الجي اس ام ده ممكن تسأله في الانترفيو. ريت الفويس في الجي اس ام هو 13 كيلو بت بير سكند. 13 كيلو بت بس. تيك كير تيك كير اني احنا لما ضغطنا صوتك انا استفدت انه خد باند ريتش قليل، الكواليتي ما قلتش لا. بس خلي بالك انت عند الريسيفر بترجعه تاني من 13 كيلو بت ل 104. خلي بالك من حاجه، ال 13 كيلو بت بير سكند دول لو حصل في بيت واحده منهم ايرور، في الحقيقة هي مش في بيت واحدة، لأن البيت الواحدة دي لما هتيجي تفك الضغط عند الريسيفر هتسمع مش في بيت واحدة، هتسمع في بيتس كتير. ما انت ضغطت وخدت باند ريتش قليل، بس بقى كريتيكال للايرور اكتر. ها الحتة دي واضحة؟ وبالتالي انا حمايه السيجنالز دي عندي في الجي اس ام مهمه جدا. وبالتالي لما اقول لك انا بضيف عدد بيتس كتير قوي، البيتس دي مهمتها كلها انها تحمي السيجنال الاصليه، ما تتضايقش، لان انت استفدت انك هتضغط السيجنال بتاعتك قوي بس بقت معرضه للايرور اكتر. وبالتالي حل ايه؟ حل ان انا اضيف عليها بيتس بسميها ايرور ديتكشن وكوركشن بيتس. البيتس دي بتصلح الايرور عند الريسيفر. نشوف يعني نشوف جزء منها ازاي. التيل بيتس، ولما تلاقي عدد البيتس ده كبير ما تتضايقش، ده طبيعي، ده انا عايز احمي الانفورميشن بتاعتي ده خلاص. اقول برضه نقطتين كمان. خلينا نتفق على حاجه،
انت بتتكلم. السؤال المنطقي اللي انت المفروض تساله لي انت وانت بتتكلم اهو، انا كل قد ايه باخد منك كلام ابعته، صح؟ سؤال منطقي صح؟ انت وانت بتعمل مكالمه انت كمهندس المفروض تقول لي انا عايز اعرف يا هو انا كل قد ايه باخد، كل قد ايه تايم باخد جزء من كلام ابعته. هقول لك انا بقى ان انت كل 20 مللي سكند باخد جزء من كلامك اعمل عليه البروسيسنج ده، احوله من انالوج لديجيتال وابعته. يعني انا مستوى البروسيسنج عندي في الجي اس ام بالذات، سي جي ممكن مختلف، كل 10 مثلا في الجي اس ام كل 20 مللي سكند باخد جزء من الصوت بتاعه اعمل عليه بروسيس وابعته. يعني انت في الثانيه الواحده لما بتيجي تتكلم انا بكون عملت بروسيس عليك، اقسم بقى واحد على 20 مللي سكند، هتقدر تعرف انا عملت بروسيس عليك كم مره. في حد عنده ازمه في الحته دي؟ طيب لو انت لما كنا بنعمل من انا ديجيتال في ال1 سكند لقيت ان انا الريت عندي 104 كيلوبايت بير سكند، طب اسهلي بقى على ال 20 مللي سكند ده هيكون عندي كام بت؟ طرفين في وسطين هتلاقي ان انت عندك 2080 بت في ال 20 مللي سكند. تضغطهم بريد 8 ل 1 يطلع 260 بت في ال 20 مللي سكند. لما تجمع ال 260 بت اللي في ال 20 مللي سكند دول تلاقي مستواهم على الثانيه هتلاقيهم 13 كيلو بت بير سكند. هي كلام كله طرفين في وسطين عشان تحل المشكله العامه. يا جماعه الحته اللي بقولها دي فيها حاجه؟ انا بقول انا بروسيس بعمل بروسيس عليك كل 20 مللي سكند مش كل ثانيه، يعني انا مش باخد صوتك كل ثانيه ابعته، لا انا كل 20 مللي سكند باخد جزء من كلامك احوله من انالوج ديجيتال واضغطه وابعته. ببعته ازاي؟ ببعته على 4 فريم، لان احنا قلنا ان زمن الفريم الواحد 5 مللي سكند. هتقولي ما بحسش بدلي، انت ودنك اب تو 100 مللي سكند ما بتحسش بدليل، ما بتقدرش تميز اصلا. كل ما هو اقل من 100 مللي سكند ودنك ما بتحسش بيه. تمام؟ ها في حاجه انا بقولها يعني اعتقد ما فيش يعني. طيب كنت عايز اقول ايه تاني؟ في نقطه برضه مهمه هيفيدني في ايه؟ هيفيدني اصلا في شويه حسابات برضو. بصوا يا جماعه انا قلت احنا الانترفيو 40% من اللي انا بقوله. طب 60% دول ايه؟ 60% انا بشرح سيستم مش بشرح انترفيو. انا بديك سيستم جي اس ام بالكامل بقى بقوله، ما بقولش انترفيو. طب ليه انت عايز تفهم سيستم؟ لانك انت حضرتك باشمهندس لازم تكون فاهم كل حاجه، مش فاهم اسئله كده معينه. تمام؟ عشان ما ال 40% اسئله ديت فهمها قوي يعتمد على انك تبقى فاهم السيستم كله. خلاص؟ تحس ان انت لو عايز تقرا في اي ديتا عايز تدوس اكتر بديتيلز اكتر تبقى فاهم. طيب شانل كودينج مش عارف ادخل في الشانل كودينج النهارده ولا خليها المره الجايه. خلينا نقول طبعا على حاجه ندخل كده في اي حاجه بسيطه، ندخل في حاجه بسيطه فيها اقول جزئيتين بصوت او 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 او. طيب خلينا نشوف كل دلوقتي عشان دي موضوع كبير شويه ممكن ياخد ربع ساعه. لا الكونفليشنال الكونفليشن كولر ده كود يا نورهان اللي هو الكودر ده بستخدمه في الشانل كودر. لكن الضغط بيتم بقى بطرق كتير، في طرق كتير جدا تقدري تضغطي بيها السيجنز، اللي هو مثلا تعملي ليفلز معينه تودي ليها السيمبلز ديت توصل كلها مثلا عند ليفل معين، وعند ريسيفر ترجعيها للليفلز الاصليه بتاعتها. بس لو حصل ايرور في حاجه بتبقى الايرور كبير بيسمع في كذا سيمبل، لان السيمبل واحده يعني. في طرق كتير للكومبريشن بس اللي تقصدي عليه ده اللي تشانل كوني ونقوله المره الجايه. طب انا عايز اقول حاجه كده بسيطه. ايه هو كونفليشن كولر؟
اس جي بي الكونفليشن الكونفليشن كله هقوله المره الجايه في الشانل كود. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اقول بس شويه حاجه بسيطه كده، حاجه بسيطه خالص. خلاص احنا بنخلص اهو. لو انا عندي كده سامبلز كده، احنا دلوقتي يا جماعه في مستوى البروسيسنج اللي بيحصل على الموبايل، على السيجنال بتاعتك في الموبايل. خلاص احنا اتكلمنا على مستوى النتورك، اتكلمنا على مستوى التشانلز، الاير بتاعنا ماشي ازاي، الكنترول فيه ايه. دلوقتي داخلين في مستوى السيجنال البروسيسنج اللي بيحصل على السيجنال في الموبايل. حاجات نوت ريليتد، لا انت في الاخر هتلاقي لما تشبك كل الكلام ده مع بعضه بيطلع لك، بيرسم لك الرسمه اللي هي الفيس. يعني انت دلوقتي مثلا عندك الفيس بتاعك مناخير وعينين وبق، حاجات نوت ريليتد ببعض، بس لما ترسم كل جزء وتيجي تكونكته يظهر لك رسمه كامله. هي دي الفكره. ماشي. طيب عندي سؤال، سؤال كده بسيط، فين الاستيكي؟ الاستيكي لو انا جيت كده بعت انا السامبلز دي ورحت جاي حصل ايرور فمسح السامبل ده، الريسيفر هيعمل ايه؟ الريسيفر بيقول لك ايه يعني؟ مش مشكله، انا اقدر كريسيفر من السامبل دي والسامبل ده استرجع السامبل دي، بسيطه يعني. طيب ايه رايك بقى يا حضره الريسيفر لو جيت وعملت كده، مسحت لك التو سامبلز دول، هيقول لي برضو بسيطة اقدر من السامبل ده والسامبل دي استرجع ده وده. طب يا باشا لو جينا عملنا كده، شلنا كل ده، لا كده بقى الريسيفر هيقول لي لا، كده انت صعبتها عليا قوي. معنى كده ايه؟ معنى كده اني مفيش مانع خالص ان انا الايرورز يحصل عندي على السيجنال، بس ما يحصلش ورا بعضه، يحصل متفرق. كلام بسيط، لان لو حصل متفرق ايه اللي هيحصل؟ يعني هو لو السيجنال زي كده يعني يحصل متفرق. حاضر هقول لكم يعني يحصل متفرق، يعني مفيش مانع ان تيجي يحصل هنا ايرور وهنا ايرور وهنا ايرور مثلا، مفيش مشكله خالص. هقدر اجمع، هقدر انا ريسيفر اديتكت الايرور ده فين. لكن لو عملت لي تمام، لكن لو عملت لي الايرور كتشانل كجروب، ده مشكله عندي. طيب اولا كده، اولا كده انت نقدر يحصل ايرور ورا بعضه والمكالمه تفضل ماشيه قد ايه؟ اب تو 16 فريم. لو 16 فريم ورا بعض جم فيهم ايرور ورا بعض، تلاقي المكالمه لازم يحصل لها كول دروب، لازم هيحصل كول دروب. الحته دي هاكد عليكم فيها المره الجايه. طيب انا عايز حل للمشكله ديت، حل كده سريع للمشكله دي، وهشوفه بالتفصيل كسلايدز برزنتيشن المره الجايه. المشكله ايه؟ المشكله ان انا عندي فعلا التشانل لما بتيجي تعمل نويز على السيجنال بتعملها از جروب، بتاخد مجموعه من السامبلز جنب بعض، انا عايزها تحصل متفرقه عن بعض، اعمل ايه؟ اخر حاجه دي معانا. الله ينور عليك يا نورهان، يعني جزاك الله نور. جميل، الله ينور عليك يا محمد، معانا مين تاني؟ الله ينور عليك يا اسلام، الله ينور عليك يا اسماء، الله ينور عليك يا كل الناس اللي معانا، وبركات، محدش يزعل. طيب بصوا يا جماعه، اللي احنا بنتكلم فيه ايه؟ بنتكلم في حاجات منطقيه خالص. السيجنال بتقول لي منشفه دماغها، الشانل قصدي منشفه دماغها، وبتقول انا هعمل لك نويز على السيجنال بتاعتك دي از جروب، هاخدهم كلهم ورا بعض. قلت لها خلاص خلاص احنا هنعمل حاجه بسيطه قوي. الداتا بتاعتي ايه؟ الداتا بتاعتنا متقسمه
لسيمبلز، هنبقى نشوف يعني ايه سيمبلز في يوم الخميس في الموديليشن، لما نيجي نشرح موديليشن دي في ال 2 في ال 1 و 2 2.5 و 2.6. ادي ده اول سيمبل، ده ثاني سيمبل، ده ثالث سيمبل، سيمبلز كده بنقسمها سيمبلز بالترتيب اهو. هي بقى الشانز بتعمل ايه؟ بتيجي تاخد المجموعه دول كده وتعمل عليهم ايرور. انا مش عايز ده يحصل، اروح عامل ايه؟ بسيطه، انا عند الترانسميتر هبعت اول سيمبل، طب السيمبل اللي بعده مش هيبقى 2، هبعت رقم 6. طب اللي بعده مش هيبقى 7، هبعت رقم 10 مثلا. طب اللي بعده هنا ابعت السيمبل رقم 15. طيب اللي بعده كده هنا هبعت رقم 2. طب وعند الريسيفر، عند الريسيفر هو عارف انت لخبطت الداتا بتاعتك بانهي ترتيب، وهيسترجعها بنفس السيكونس اللي انت لخبطت بيه، فيسترجعها مترتبه عادي خالص. ازاي؟ هتشوف المره الجايه. انا بس دي حاجه بسيطه كده، مش معايا الباور بوينت بتاعي بس مش هقدر ارفعها يعني. طيب طبعا حصل بقى ايرور في التشانل اثناء الترانسميشن. الايرور ده حصل فين؟ حصل على الجزء ده بس باقي الداتا ما حصلتش. لما تيجي ترتبها عند الريسيفر هتلاقي ان واحد حصل فيها ايرور، اه فعلا. اثنين يا عم حصل فيها ايرور، اه ماشي فعلا. لكن ثلاثة لا، تلاقي ثلاثة رجعت سليمة، تلاقي أربعة رجعت سليمة، وبالتالي ما حصلش عندي ايرور بالترتيب، لا ده الايرور اتفرق. تلاقي ستة هي اللي رجعت وهكذا. طب السيكونس اللي بنمشي بيه ازاي؟ وازاي بقسم الريسيفر عند الريسيفر بيرجع ده تاني؟ وهل بيحصل كده ليه ولا لا؟ لان انا بلخبط، ببعت الاول اول سيمبل، بعد كده ابعت سيمبل رقم 6 ازاي؟ كل ده نشوفه المره الجايه يوم الاحد الساعه 10. يوم الاحد الساعه 10 نخلص ال 2 جي باذن الله. هنكمل شابتر 4، نشوف الشانل كودنج والحاجات ديت، وناخد شابتر 5 نشوف المكالمه بتتم ازاي، نخلص ال 2 جي سيستم. وباذن الله بعد ما نخلص 2 جي سيستم تقدر تدخل اي انترفيو في ال 2 جي وما يبقاش عندك اي مشاكل. يوم الخميس هنخلص ال 2.5 وال 2.7، دول كانوا انهانسمنت على ال 2 جي عشان نعلي شويه سرعه الداتا. انا معاكم اي وقت على الفيس، اي حد عنده استفسار عن اي حاجه يتواصل معايا. بالتوفيق وربنا معاكم. السلام عليكم.